الفل يا ام سيد. يا راجل. ايوه. يا طلبة. يا فرخ. عكاز عامل ايه؟ تمام. ايه بنت يا نعام؟ انت فول يا راجل. يا ام. مساك فل يا رئيسة. امشي ولا راجب، مش طايق اشوف صحنتك العكرة دي هنا خالص يا رئيسة. الشغل كله طلع خلاص بح. اهون عليكي برضو يا رئيسة. بقولك ايه يا والا، حسواكة وسهواكة ما بتاكلش معايا. انا كتر الكلام بيصدعني، طولة البال ما عنديش روحي في مناخيري، وصبري على اني اشوف سحنة مانيش طايقاها روحي بتغم عليا وابقى عايزة ارجع، وهنا مشتكية يا روح امك. طب هو انا ليا امي غيرك يا ست اصيلة؟ يا والا الحنجلة والرقصة على الحبال اللي انا اللي مخترعاه. لا يا حبيبي، شوف لك ام في حتة تانية، الشغل خلص ومش عايز اشوف وشك هنا تاني يا راجب. طب اعرف طيب انت كارفاني ليه طيب؟ اللي ما يرعيش اكل عيشه محدش يحترمه، واللي ما يحترمش ويقدر رئيسه وكبيره يبقى ما يسواش حاجة وملوش عين يطلب اي حاجة. انت جاي متأخر ليه؟ انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ خلاص يا راجب بح، مفيش شغل ومش عايز اشوف وشك هنا خالص. طب سماح المرة دي. رصيد السماح اللي عندي خالص يا اخويا. يا ست اصيله، ده انت رصيدك عمران على طول. دي النيله عليك وانت ملح كده. يلا روح استلم الشغل اللي جوه. النبي عسل، انهي شغل يا ريسه؟ انت كمان هتتشرط وتتقرط، ما تروح تاخد اي شغل تلاقيه قدامك. يلا ولا ماشي. ينفع كده يا قطب اسرح بشغل الحريم؟ ده هو كده الحريم اليومين دول بيشتغلوا شغل الرجاله. ها هتشتغل ولا لا؟ مستعجل على الشغل قوي يا ابو رجل ونص. وبعدين شغل ايه اللي بتشتغله؟ ما انت قاعد طول اليوم على الكرسي بتتفرج على خلق الله مجاني قدامي. اطلع قدام شويه. بتعمل ايه يا فرخ؟ مالكش دعوه. طيب يلا. سلام يا رئيسه. سلام يا قطب. ما تظهر نعمه ربنا عليك، خلي الزبون يصدق انك مكسح بحق وحقيقي. اه تعالنا على الشقه بالله. والله العظيم انت فل، ده انت ريحتك فل والنبي فل يا اسطى. فل يا هاني يا هاني يا هاني، جعانه والله والله ما اكلت من امبارح. حاجه لله عشان خاطر الراجل العاجز ده يا اسطى هاني، بالله الله يرضى عليكم وربنا يا رب ما يرميكوا في ضيقه يا رب. راجل عاجز ومسكين يا عيني، وقبل ما القطر يفرم رجله كان عندكم لحمه يا ولدان. ربنا يا رب ما يحرمكم من بعض ويخليكم لبعض دايما يا رب. تقفلوا الازاز، ده انتوا بهوات زباله. اوعى بيت والنبي، ده انت عسل والله، ده انت اللي هتجبري خاطر النهارده. ربنا يستر عرضك، ربنا يستر عرضك، ربنا يستر عرضك. والنبي والنبي، ده انا جعان. ربنا يخليك، ربنا يخليك. استغفر الله العظيم يا رب. الليلة شكلها ناشف قوي يا كابتن رجب. شكلنا هنروح للنعجة من غير إرادة يا أبو رجل ونص. ومش هنخلص من هزلتها. يلا هنستحمل. أنت تستحمل يا أخوي، أنا لا. بنت مبسوطة. أنت يا بنت. تعالي.
الله يقرفك. عايزة فرخ. عاوز ايه منك بشكلك المعفن دوت ولا ريحتك اللي قلب الشارع؟ تصدق ان انت ناقص رباعي وليك كبيره ترد عليها؟ اتلم يا بنت بدل ما ايه؟ بقولك ايه يا بنت، الشغل عامل ايه؟ زي وشك النحس. يبقى المنطقه دي مش بتاعتنا الليله واحنا لازم نرزق. بقول لكم ايه؟ ما تيجي نروح البر التاني. البر التاني ده يبقى الجيزه يا فرخ. ما كلها ارض الله. بلاش يا رجب، انت عارف بتوع الجيزه لو حد غريب خش عليهم بيقطعوه. بلاش، الست اصيله مش عايزه تعدي حد. البنت بتتكلم مظبوط يا كابتن رجب. يا جدعان في ايه لما الرئيسه تاخد منطقه جديده وتتوسع في مناطقها؟ انا ما توسعت بس بروحش للتهلوكه. تهلوكه ايه ابو رجل ونص؟ ما انت قاعد طول اليوم في المرسيدس وزي الفل. بقول لك ايه يا بت، هتيجي معايا البر التاني ولا لا؟ لا عجل وحدك، انا ناقصه مطوه تشق لي وشي. وشك ايه يا ام وشي؟ انت فاكره وشك ده وش سعاد حسني ولا نجلاء فتحي؟ اسم الله على وشك انت. روح يا اختي خليكي تحت رجل النعجه ترقعي في صوابعها اللي قد دماغك. قدامي. بلاش يا كابتن رجب. بلاش يا اهبل. لوحدك مش هتقدر على بتوع الجيزه يا فرخ. هيقطعونا حتت. بلاش يا فرخ اعمل معروف. انا مش نايس. كفايه اللي انا فيه. هو انا نايس عهد. مالكش دعوه يا ابو رجل ونص. لو حصلت اي مشكله او عركه سلك نفسك وشوف سكة. ها حاجة لله والنبي يا شيخ عشان خاطر الراجل العادل ده. امشي يا الله يكرمك، طولة العمر ليك يا شيخ. صباح الفل. الواد ده بيعمل ايه هنا؟ حياك الله يا عم الشيخ، ربنا يخليهم لك يا رب. تبع مين يا؟ تبع اللي بيرزق يابا. انت اتحدفت علينا من اني صفيحة زبالة. خلي لسانك حلو، دي ارزاق وكل واحد بياخد رزقه. رزق المطرح على قد اللي فيه. اتكل على الله بدل ما تتعور. الواد ده انا عارفه، ده من رجالة النعجة بتاعت وسط البلد. نعجة، خروف، خد بعضك واتكل على الله. دي مش اصول يا جنتل. قلة الاصول مع اللي ما يعرفش الاصول تبقى اصول. اتكل على الله بدل ما شرح لك وشك. هتشرح لي وشي؟ وحياة امك. يا وصلت لامك يا روح امك. اجري انت يا ابو رجل ونص. نعجة وسط البلد اشتغلوا في اي حتة يا هفا يا الماما يا اوساخ. ها؟ وبقى شرحني كويس يا ماما. يلا يا ابو رجل ونص. انت مبسوطة؟ انت ليه يا حبيبتي دايما كده هدومك مطربة؟ ده تراب الشارع يا ريس. ده لا يمكن يكون تراب الشارع يا مبسوطة. حد قال لي ان انت ما بتشوفيش شغلك كويس وبتنامي تحت الكباري. ده كلام نسوان المخزن المدودين المعفنين. كباري ايه اللي هنام تحتها دي؟ ايه ده؟ في ايه يا رجب مالك؟ انا مش قلت لك بلاش؟ شفت اللي جرالك؟ هو ايه اللي قالت لك عليه بلاش وانت عملته يا رجب؟ تتخديش عليا يا ريس، انا زي الفل. هي كل العباره بس ان انا لقيت الشغل عندنا في المنطقه مش قد كده، قلت اجرب في حته تانية. حصلت مشكله بس خلاص. عدى بره التانية يا ريس الجيزه،
وانا والنعم قلت له بلاش، بس هو اللي ما بيسمعش الكلام. انت تخرسي خالص، حسابك معايا بعدين، عشان انت عرفتي وما قلتيش. في القانون يا مبسوطه بيقولوا عليه التستر على جريمه، يعني عالم وما بلغش. وانت عملت في نفسك كده ليه؟ لا منك دخلت عليا بإراد ولا رجعت لي سليم، كل اللي نبني انك رجع لي متصاب يا روح امك. يا ست اصيل انا زي الفل والله، انا تمام. كل اللي انت شايفاه ده قدامك من على الوش جرح سطحي، بس بقول لك ايه، انا عملت لك حته الدين هيبه على ابوها. انت بقيتي متصغطه قوي يا ريسه، وبقيتي اقوى من كل الرجاله. هي ايه الحكايه يا ولا؟ روح يا بنت هاتي شنطه الاجزخانه. بصلي هنا، انا عايز افهم ايه اللي حصل بالظبط. هقول لك. عليكم يا رمم، ده متوى بني ادمين ولا زريبه خنازير يا غدر؟ ما سمعتوش عن حاجه اسمها نظافه يا روح امك منك ليه؟ قوموا فزوا. فل يا ريس. اي واحد ولا واحده جنبها شباك تفتحوا راحتكم قبر. الله يحرقكم. اقعد انت يا رجب، خليك مريح. لا مؤاخذه يا ريس، ما ينفعش. اقعد بس، اقعد خد فطارك من مبسوط. كل. اوعى تفتكر ان انا متمزجه منك من اللي انت هببته امبارح، دي اسمها غباوه، والغباوه بتحرق اكتر من نار يا روح امك. اوعى شويه لما اقعد جنبك يا ولا. بلاش يا ريس، بلاش. اوعى عايز ارتاح. بلاش يا ريس، اسمع، هجيب لك كرسي، يا امك. اوعى يا اولاد الكلب. سليمه ان شاء الله. الظهر من السرير، رجلين اللي مكسوره من الاول. هتبلخيني يا بنت. اوعى يا اختي. شد يا بيت، ما لقيتش غير دول يشيلني. يا فرخ يا فرخ، شوف لي رجاله تشيلني يا اخويا. معلش يا ريس، تعالي معايا. الله اكبر يا اختي، ده يا بيت منكم لله. الله اكبر. وسط خاله. قلت لك بلاش يا ريس. بلاش ايه؟ عينيهم النسوان الناشفه. نسوان الناشفه ولا دي الكلب بتوع المخزن يا اختي؟ على مهلك. الحني يا على مهلك. معاك يا ريس، مش عارفه ايه. يا فرخ ما تخافيش، معاكي والله. يلا يا اما، حط الكرسي. يلا يا اختي. يلا تعالي يا ريس. عشان ثابت يا اختي، اتحط شكتي في قلبك يا بعيده انت يا ولا يما كوش انت. معلش الف يا خرابي يا اختي. يا بعد يا بنت، بقى ميه يا بنت، انت بقى ميه. هات ميه، هات ميه، هات ميه يا اختي. يما يما، الف سلامه عليكي. تمام انت خلصتي يا اختي؟ خد يا بنت، خد يا بنت مبسوط. هاتي لي سجاير يا اختي بسرعه يا اختي. يما يا هاتي يا ريس، هاتي. عنك عنك يا اخويا، اعصابي بايظه يا اخويا. اخيان يما، معلش الف سلام عليك يا ريسه. اعصابي بايظه يا فهد. معلش حصل خير. كنا بنقول ايه بقى؟ كنت بتقولي ان الغباوه بتحرق اكتر من النار. المهم انت كويسه وزي الفل، ما فيكيش حاجه؟ ما حصلش حاجه، وقعت على الشيله. الله يا بنت المدوده. خلص يا اخويا، سيبك من المدوده والمعفنه، انا حافظاك. ما تقعدش تغلوش عليا وعلى نفسك عشان ما اقولكش انت غلطت في ايه. غلطت انك سبت منطقتك، صح؟ سبتها يا ريسه، بس انت تخرس خالص لما اكمل كلامي. مش بس سبت منطقتك وعرضت نفسك للخطر، لا، وعرضت الراجل اللي معاك كمان للخطر. كل ده عشان ايه يا اخوي؟ عشان تعمل فرقعه وخيله كدابه، والواد بقى اللي بيقفل المناطق، عشان تداري على خيبتك وانت جاي لي اخر الليل فاضي ايد ورا وايد قدام، وتقول لي جبت لك منطقه جديده يا ريسه في الجيزه. اعمل بيها ايه يا خايب وانا مش قادر افرض عليها سيطرتي؟ راجب، بص حواليك كده في المخزن وشوفوا شايل ايه. لما يبقى عندي 20 واحد مجدع زيك، ساعتها اقدر اخطف من غير اللي انا عاوزاه. ولما احط رجلي في منطقه، اي حد يحط رجله فيها تسرقال. رجب، انا مش زعلانه منك يا واد، ده انت قلبك على مصلحتي. بس اوعدك لو اتوجدوا الرجاله دول، ساعتها ربك يسهلها. خليني اقوم اريح في اوضتي، العصايه بتاعتي. تعالى يا ريس. وسط اتخلع يا راجل. على مهلك. العظمه كبرت يا حبيبي. معلش الف سلام عليك. الله يخليك يا راجل. خد الكبريت. خليه يولع في العيال دي. ماشي. رجب، سلامتك. الله يسلمك. Thank you.
كده ارن لا لا يلا يا جدع ضيعتني وضيعت نفسك عملت لي فيها ده كرباط اديك اتسقطت الراجل بيفرفر اعمل حاجه اعمل ايه بس اعمل في خير يا ريسة خير ان شاء الله هيكون اغر الخير بقولك ايه انا عامل لك مفاجاه وعايزك تيجي تشوفيها معايا اديني بق ميه ولا عيني حاضر خد يا ريسة على مهلك الف انا وشفا تسلم طب افتحها وخلي عندك دم لا مؤاخذه لا مؤاخذه هنيه انا ريسة صحه صحه ريسة قومنا ولا تعالي هات العصايه يا ولا خد يا حبيبتي امسكي تعالي ايدك يا ولا تعالي امعين استعنى بيك يا رب على مهلك هتنبسطي قوي ان شاء الله يا ما جاب الغراب لامه تعالي بس وشوفي اصبر عليا يا واد انت مقومني من النوم دول بقى أول دفعة يا ريسة عيال حلوة وهتعجبك لو تحب أجيب لك جيش كتيبة لو عايزة تمام تم جميلك بقى رجب وشوف لهم لقمة ياكلوها يرموا عضمهم بيها وحتى يناموا فيها مية مية حاضر يا ريسة أمرك زي ما قلت لكم يا أولاد المحظوظة أيام السعادة والعز دي كتبت لكم يلا كل واحد شوف ما تحط فيها يلا إده ولا دي كمل الواد ده خلينا نشوف حكايته ايه ايه ده اللي فتح ده يالا هاتوه عملت قد ايه حلوين خدي دول كمان يلا اتكلي على الله كفايه كده خد يا بت روحي ربنا يكبر بخاطرك يا رب ويرزقك كده بناس ايدهم فرته ويبعد عنك وشوش العكره كلها طب مش عايزه حاجه اجيبها لك وانا جايه لا يا اختي مش عايزه حاجه مبسوط نعم بلاش يا اختي تقعدي في الشارع لحد ما تكبري ساعتين ثلاثه بكتير وتنك راجع اديكي شايفه ما بعرفش اعمل حاجه من غيرك طب ما تجيب بضاعه لاي بت وارجع لك طوالي لا يا هبل انا عاوزاكي تتكلي على الله تتقوي تتفسحي اجري يلا روح طب ان شاء الله مش اتاخر عليك بنت مبسوطه نعم وانت راجعه يا بنت عدي على اي مطعم هتشيلك ربع كباب نص فرخه على كيفك بقى ربنا يخليك ليا يا رب مبسوطه نعم هتشيلي يا بنت زي اللي هتاكلي منه بالظبط ماشي مبسوطه ايوه يا ريس خلي بالك من نفسك يا بنت عشان خاطري Ik heb...
صدق اللي حصل لابو قرن يا سي رجب. حصل له ايه يا سي قرف؟ مش قتل واحد عايره بيك والحكومه مسكته؟ طب ايه رايك بقى انه صعب عليا خبر عكر زي وشك؟ هجيب لك التاني. تسلم ايدك يا بنتي. بنتك؟ ايوه بنتي، والعيال اللي في المخزن دول كلهم ولادي، بس انتي قاعده هنا ليكي مكان لوحدك، وكنت اتمنى مبسوطه تبقي بنتي بجد. على يا ريس يا بنت، المحبه في الروح، وانتي روحك طيبه وجميله. عارفه انتي عندك شويه حاجات كده مش موجوده عند حد اليومين دول. طب ما تقولي لي كده وتفرحيني. ماشي، حنينة وطيبة ووفية وعبيطة وهبلة ومندفعة كمان. عايزة حاجة تانية؟ بالك انتي انا ما بعرفش ازعل منك، حتى خناقة الواد رجب لما خبتيها عليا ما زعلتش منك ابدا. طب اما انا غالية عندك كده بقى، ما تخليني جنبك على طول ارعيكي، وبلاش الشغل ده. هو انت تغلبي في لقمتي؟ اغلب في ايه يا هبلة؟ انا اغلب في لقمتك؟ ده انا لو عايزة البسك من فوقك لتحتك حرير في حرير اقدر. ومش بس كده، ما خليش حته في جتتك باينه الا متغرقه دهب وصيغه. طب حسب مساله كده بقى ينوبك سواب، انا ولا عايزه دهب ولا حرير، انا مش عايزه بهدله الشوارع دي. شغلك في الشارع ومرمطتك علام ليكي. مش عايزه العلام ده. بلاش تستعجلي، كل شيء باوانه ومبسوط. استبر. اقتمي اقتمي استني. قام وزير التربيه والتعليم صباح اليوم باعلان اسماء الطلاب الاوائل امتحان الثانويه العامه. واحنا مالنا بالحاجات دي؟ ولا يكون حد في المخزن بيذاكر منزلي؟ يكونش رجب الفرخ. اما مجموع ثاني. مصيبه مبسوطه يا بنت، بطلي قبل. قومي شوفي لي رجب فين. هتلاقيه على القهوه بتاعته، ما يحب يظبط نفسه قبل الشغل. حتى نقرك من نقره ليه؟ اجوزه لك يا بنت؟ اخس. وراب هيتجوز حدايه؟ ما ردوش ببعضيهم، ده حتى بينهم عداوه. بقى هو غراب برضه؟ يعني انا الحدايه؟ انت قمر يا بنت فاشر، بس لو تستحمي بصابونه فنيك. انت ليه عايزه تلمي المتعوس على خايب الرجا؟ وبعدين مش عايزه اتجوز من اساسه. هعمل لك شاي؟ هعمل لك شاي يا اختي. خلاص ان شاء الله عنك ما اتجوزتي. ما سمعتيش الراديو قال ايه؟ قال ايه يا اختي؟ ثانويه عامه يا بنت، فلوس شغل. اطلعي شوفي لي رجب فين داهيه، وتقولي له التعليمات اللي هقول لك عليها بالظبط. عنك انت، عيدهم لك انا جميل. انت تعرف انا مين؟ الاول تعرف انا مين؟ هتكون مين يعني؟ انا ابو قرن. ابو قرن؟ ده انت ابو قرنين يالا، اياك مش عارف ان ابو قرن مقبوض عليه. بقول لك ايه؟ تسمع عن النعجة؟ انا تبعها، وبما انك تعرف ابو قرن يبقى اكيد تعرف رجب الفرخ. طلع يا اللي معاك يلزمني. ليهم والمطوة. مع السلامة يا على لا تعمل كده تاني. عارف لو شفناك في المنطقة دي تخرج منها حبلة. ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي يا بت؟ مش جاي لي نوم. طب وقاعده بره ليه؟ الرئيسه نايمه وطافيه التلفزيون، مش لاقي حاجه تسليني. اتاخري شويه. اتاخري يا بت شويه. حاسب هتقعد عليا. اه.
مين الست اللي بتغني في التسجيل ده؟ جنعناع. حسها وحش. جزاي القمر. ده الفرح عشان يبقى فرح لازم تكون هي صاحبة الليل. صاحبة الليلة؟ طب بقولك ايه؟ هتيجي نبعد بره شوية كده. ونبعد لها فرخ. اوعى ايدك. عشان نعمل ليلة وتبقى انت صاحبة الليلة. ما كانش ينعز. طب اضغط عشان برد يعني. ما يحكمش. جرى ايه يا بت؟ انا اللي هيتقال لي ما يحكمش ولا ايه؟ الله، انت فاكراني لسه شايفك امبارح ومعرفش انت ايه؟ بقول لك ايه؟ المخزن قدامك، واجيك عارف طريقك وعارف مين بيستنى رجعتك. شغلك انت تايم يا مسامسم. حوش ايدك ولم نفسك. يا بت ما يصحش كده. ما يصحش. ده انت ليكي تحت كل كوبري نومه ومنعمه تراب الخرابات. يبقى زيك زي غيرك. يعني ايه مبسوطه؟ يعني كله بحقه، ما عنديش حاجه ببلاش. يخرب بيت اهلك اذا كان ليكي اهل. انت يا بنت طلعتي كده؟ ما فاكرني بنام تحت الكباري مزاج؟ ولا ريحه الخرابات بتكيفني؟ كله بحقه يا فرخ، وكفايه اني بستحمل الرمم اللي زيك. كله بتمنه بتاعت الخرابات. الله العظيم. الله، انت المحوجة الفول ده بيت حلو، عجبك قوي؟ جميل. بقول لك ايه، بعد ما تاكلي عايزه اديكي فلوس عشان تجيبي لك هدمتين ثلاثه كده حلوين، بس الوانهم تكون مزقططه ومفرفشه كده. يا بنت انت مش شحاته يا هبل، انت بياعه فل، وانا عاوزاكي فل زي البضاعه بتاعتك. يا يوسف انت ما عملتيش كده مع حد غيري. وانت غيرك يا بنت. الله، لا سلام على طعام. اهلا يا عم راجب، خش كل. يلا بسم الله، خش كل. دي البنت مبسوطه عامله شويه فول زي الزبده. يلا ولد. ألف نهار أبيض، بركة إنها عرفت تعمل حاجة. أنا اشتري هذا الحتة يا رجب، هقول لها. وبعدين رجب خلص وكل، عشان عايز أبعتك مشوار مهم. تحت أمرك يا ريس. قبل ما أقول لك على المشوار، بطل تترزل على مبسوطة. ماشي، عرفنا إنها بتقير من الهزار. ما بحبش الهزار يا خفة. جرى إيه يا بيت؟ بيت أما بيت. وبعدين بقى، الله، بقول لك إيه؟ خلص أكلك، والبس لك هدمة نظيفة كده، عشان عايز ابعتك للمحامي بتاعي. محامي؟ انت عندك محامي يا رئيسة؟ ليه في ايه؟ يا دي اهبل، اللي عنده مشاكل لازم يبقى عنده محامي. اسمه مطرح الاستاذ عصام برهام المحامي في النقد والاستئناف، وهديك عنوانه في الكارت. ده فول حلو ده. ده انت اللي نفسك حلوه قوي يا رئيسة. ايوه، عامل لك بيض ورفوسي على كلامك. المياصه دي يا بنت انت ايه اللي بتعمليه ده؟ مفيش والله كام هزعل مشي كده. رقص بجرب نفسي. بصي رقصه ملبن ملبن. انا مالي انا ومال البلبن ولا ايه ده؟ ايه ده الريحه المعفنه اللي انت فيها دي. الله يخرب بيت، خش استحمي 100 مره اقول لك غيري هدومك عشان تبقى ريحتك فل زي الفل اللي بتبيعيه. وربنا لسه متشطفه اول امبارح يا اختي. يلا 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 روحي. مبسوطة؟ ايه؟ ايه يا فرخ؟ عاوز ايه؟ عاوزك يا منيلة ب 80 نيلة. عجايب، واحنا مش سبق وما اتفقناش؟
أنا عن نفسي مستكفي يا روح أمك، أنا عاوزك لواحد صاحبي. يخرب بيت اللي جابوه، أنت ناوي تشتغل شغل العفشة دي؟ فاشر يا مدودة، ده أنا موت من الجوع ولا اشتغلش شغلانة عفشة زيك. هي كل العبارة إن في واحد صاحبي ملوش في الحريم خالص وعايز أقدم له خدمة. ما هي بتبتدي في الأول خدمة وبعد كده بفلوس. مبروك عليك، بس أنا لأ. مش فاهم. يعني أنا مش من إياهم يا فرخ، ولو كنت من إياهم كان زمانك لقيتني في كافيتريات وأوكاندات وسط البلد، وعلى عينك يا تاجر مش ناقصني حاجة، كام هدمتين عادلين وصباع أحمر. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، وإيه اللي حيشك يا اللي متبغدادة؟ الله، ما أنت طول عمرك شغالة في العفش والرخيص. آه بمزاجي، حرة نفسي، اللي يعجبني أقول له آه، اللي ما يعجبنيش أقول له لأ. مبسوطة. صاحبي اللي بكلمك عليه عذراء، أبيض يا ورد، يعني أي ست تدفع فيه فلوس. وانا مالي هيدفع؟ انا عايز اعمل له مفاجاه، والحساب عندي وبزياده. الله يكسك يا ابن اللي ملهاش اسم في الدفاتر. شكله ايه صاحبك ده وفي اي دهي؟ امي بس الاول البسي هدمه نظيفه واشطفي نفسك بدل ما تخش عليه زي يومين الغوله. اذا كان عاجب 5 جنيه مجمده وباخد مقدم. دفي اختي ال5 جنيه في عدك ونامي، صباحك زي وشك. باصص لي فيها؟ المره الجايه بروح انت. خافوا ربنا وما بيفرقوش ما بين المريض والتاني، ولولا كده كان زمانها بقت مرحومه. طف من بقك، يعني هي بقت كويسه نقدر نطل عليها؟ لا يا حلوه، ربنا يلطف بيها. الست دخلناها العنايه المركزه ومحتاجه مصاريف كتير، بصريح العباره كده الاقتصادي هيكلفكوا كتير قوي. انقلوها المجاني او دبروا لها فلوس لو معاكوا فلوس. طب دلوقتي يا حضره الحكيمه معلش، يعني العلاج الاقتصادي ده يطلع بقد ايه؟ من 2000 لـ3 حسب المصاريف، رسم القلب والموجات الصوتيه والادويه واجره الاوضه. الفلوس موجوده يا ست الحكيمه، ندفع فين؟ في الخزنه. طب لو عملنا لها عمليه تتكلف كام؟ ما ينفعلهاش العمليه، الست تقيله زياده عن اللزوم، ملهاش غير الادويه والاعمار بيد الله. بنت مبسوطه؟ انت معاكي الفلوس الكتير قوي دي يا بنت؟ هو انت بتبص لي كده ليه يا راجل؟ مبسوط منك ومش مصدق نفسي. وايه اللي انت مش مصدقه؟ انك في ثانيه واحده طلعتي تمن بهدلتك ومرمطتك كلها في الشوارع ودفعتيها عشان خاطر الرئيسه. مش هي مش هيتزعق فرخ، ان شاء الله لما الرئيسه تخرج بالسلامه هتدفع لي اللي دفعته وزياده عليه شويه. طب افرضي يعني كانت يعني بعد الشر، يعني لما انت شفتي بتوع المستشفى قالوا لنا ايه، بيقولوا حالتها صعبه، كنت هتعملي ايه؟ هيبقى نصيبي كده، هعمل ايه؟ معقوله يبقى معايا فلوس واستندل؟ تعرف يا فخ، الست دي عمرها ما كشت فيا ولا زعلتني في حاجه، دي لو جرى لها حاجه نزعل قوي. عندك حق،
وبعدين يا اخويا ما انت شلتهاش فوق دماغك وجريب بيها وانت مبرش. لكن سبحان الله، شوف يا بنت، انا كنت جاي عميان ومش شايف قدامي، بس فقت على صرختك. اه بالحق. بقول لك ايه يا بنت، مبسوطه انت لسه معاكي شويه فلوس مش كده؟ اه معايا على القد. هو فيها فرخ؟ لا لا ما تفهمينيش غلط، انا بس كنت بطمن علشان الرئيسة لما هتخرج من العنايه اكيد طبعا هتبقى محتاجه تستريح كام يوم في المستشفى، واحنا لازم نكون معاها، فعايزين مكان. انت عارفه مبسوطه ما فيش حد يعرف يستحملنا. ما هو لازم كده وعامله حسابي بجد. علاء الحرام يا بنت، انت ب 100 راجل. انا بفكر جديا ان انا انسى كل حاجه وحشه عنك واتجوزك. تتجوز مين؟ تتجوزني انا؟ ما ينفعش يا رجب، لا انت شايف اللي انا شايفاه ولا انا عايز اشوف اللي انت شايفه. واحد الله. لا اله الا الله. ازيك يا بنت عفاف؟ الولايه نايمه ولا صاحي؟ يا اختي بتنام وتصحى. هاتي عني. انت من امتى يا بنت بتحب الورد؟ يعني هي اقل من غيرها ولا اقل من غيرها؟ اشمعنى هي؟ ما كل اوضه قصادها ورد، وبعدين هي على ما اظن عندها فلوس اكتر من قدها عين بتعالج في المستشفى دي. ده انت عليكي مخ يا بنت. بقول لك ايه؟ على الله حد يقرطسك ويسرق الورد يحطه قدام باب اوضته، في حراميه هنا. ومين يقدر يسرق من عش الحدايه؟ مبسوطة؟ خدمتك يا ريسة. بنتي يا عبيد، عودي عايزة أسألك حاجة. عودي حبيبتي، هو أنا حصل لي إيه؟ الحمد لله رب العالمين، شدة وزالت. من دخلت عليك لقيتك واقعة على الأرض وسكتة خالص، اتفزعت. وبعدين؟ مفيش، أنا ورجب الفرخ وكلنا شلناكي وجبناكي على هنا. على هنا؟ بس المستشفى دي بان عليها بفلوس كتير. ايوه يا ريسه. كام يا بت؟ ياكش تولع الفلوس كلها قصاد سلامتك. كام يا بت عشان ندفع ما تغلبينيش؟ لا ما خلاص، دول بيقبضوا مقدم. ومين اللي دفع؟ يعني هو ده وقته؟ احنا اتصرفنا. استغفر الله العظيم يا رب، انا ناقصه منها ده، انا قلبي واجعني. يا بت كام قولي؟ انطقي انطقي. 2500 جنيه. 2000 وكام؟ يا لهوي يا لهوي. 2000. سلام عليك يا ست الأصيلة، بلاش تعملي في نفسك كده عشان الفلوس، انشي قلبك تعبان. الحمد لله ان الفلوس كانت موجوده وتحت الايد، لولا كده كان السر الالهي طلع او عزه الله. الدكاتره هم اللي قالوا كده، وعشان حق ربنا لولا ان رجب الفرخ كان عامل زي المجنون وشالك على المستشفى هيلا بيلا من اول دقيقه، كان برضو السر الالهي طلع. الدكاتره قالوا كده، قالوا ان لو كنتوا اتاخرتوا عليها ساعه واحده كان برضو السر الالهي طلع. يا اختي الفلوس ارخص من موت يا ريسه. بقى الفلوس كانت تحت الايد يا ريسه. او النعم. الفلوس طول الوقت كانت في الكرسي بتاعي اللي انا بقعد عليه مبسوطه. واشمعنى بقى ما لقيتيش غير الكرسي بتاعي اللي تخبي فيه تحويشتك؟ عشان يبقى في الحفظ والسول. الكرسي وقالي ما بتفرقيه، صاحيه نايمه قاعده عليه، وانت بسم الله ما شاء الله عليك، الله اكبر، قعدتك اجدعها من اياتها خازنه في البلد. يا ابويا كفايه كده يا ست عصيره، كل الضحك غلط عليكي. يا ضحك يا مبسوطه. خير الله وجعله خير. غلط ايه بس يا مبسوطه؟ هو حد يا بنت طول يموت هو بيضحك؟ اه يا قلبي. اما انت عرفتي منين يا ست عصيره؟ عرفت منين يا هبل؟ ده الكرسي بتاعي. الله، هو واخد عليا انا واخده عليه، بحس بأي حاجة فيه. أخد على قعدتي، قعدت لقيت حاجة مكلكعة تحت مني كده، مسكتش، قمت فتشت ونبشت، لقيتهم فلوس حطيتهم في مكانهم، ورقبت لقيتك أنت يا مقروسة صاحبة الفلوس فعرفت. أما أنت لما مؤاخذة يعني بتشيلي فلوسك فين؟ في البنك؟ بنك؟ إحنا بتوع بنوكة يا هبلة، البنك.
يا بت بيقولك قلب في حيط ولا جوهره في خيط. يا اختي انا زهقت عاوز امشي. هما الدكاتره قالوا هخرج امتى؟ مبسوطه يوم ولا اتنين الدكاتره قالوا كده. عارفه يا بت مبسوطه لو خرجت ان شاء الله من هنا على رجليا هعمل لكم ليله محدش يحلم بيها لا قبلها ولا بعدها. ربنا يخليكي ليا مبسوطه. عارفه يا بت لما اروح هناك ان شاء الله مش هقعد على الكرسي بتاعي ولا ارتاح ابدا الا وفلوسك في مكانها تحت مني. خدي مبسوطه مني، خدي مني بالراحه بالراحه. اخرب بيتك على مهلك. انا خد عمالك نزلني يا بيت. جايلك اهو نزلني. يخرب بيتك على جنب. نزلني ازاي؟ تعالي زقي مبسوط. بتزق فيا يا بيت؟ زقي من تحت يا بيت. من تحت اهبي يا اختي يا اختي يا اختي. على مهلك شد بالراحه. يلا معاك اهو بالراحه. ترجعوني المستشفى تاني. لا قبل بعد الشهر. على مهلك يا اختي. انا معاك انا معاك. الله اكبر يا اختي يا اختي. الله اكبر يا اختي يا بيت. هتتبططي يا بت لو وقعت عليك يا بت. هات العكاز امسك يا راجل. على مهلك انا معاك. وانا على مهلك يا ريس. الحمد لله على السلامة يا كبير. هتنامي يا ريسة ولا هتتفرجي على التلفزيون شوية؟ أختي سنديني قبل ما توقعيني الأول. هقعد أتسلى شوية. أنت مبسوطة ما تيجي. أوعي أوعي قعديني شوية. رجعت يا ريسة رجعت. أنا شفتها بعينيا. دي حتى ما سلمتش عليا وقالت لي إزيك يا عفاف. مش عارفة يا بت عفاف. البت مبسوطة اليومين دول مش على بعضها. حاسة إنها مطيورة كده. في حاجة مش عارفة. مالك يا ريسة؟ قومين يا بت قومين قومين. اوعي بسم الله الرحمن الرحيم. اوعي شوية. ضاعت البت راحت خلاص. يا خساره مبسوطه. ما قدرتيش تصبري يا بتي عشان تعرفي ايه مستنيك. يا مبسوطه مبسوطه راحت خلاص. انت بتعملي في نفسك ليه يا ريسه؟ دي بت مفعوسه وعقلها طاير. ما تزعلش عليها. خلاص يا بت قطع لسانك. ما حدش يجيب سيرتها بربع كلمه. دي كانت بتحبني كانت شايلاني شيل. ما تزعليش نفسك يا ريس.
كلنا خدامين تحت رجليكي وعلى رهن اشاره منك بس. اللي باعك يا كبيره محدش يشتري بعقبه سجاره في السجن. ولا يا معلم فرخ؟ والله المعلم فرخ شايف ان احنا كده مستعجلين قوي. مش يمكن يكون البت دي حصل لها حاجه مش كويسه؟ مش يمكن يكون اي حد قفشها ورماها في اي حجز؟ مش يمكن يكون اي حد من عيال الشبيحه اترازل عليها، غواها، خطفها، يمكن اي حاجه؟ ابدا يا فرخ، دي بتي، ده انا عجناها وخبزاها وفهماها. البت مشيت بكيف كيفها يا فرخ، دي خدت الفلوس اللي كانت مخبيها تحت الكرسي اللي بقعد عليه. مشيت يا فرخ، مشيت. مصيرها ترجع يا ريسه، او مصيرنا احنا نعتر فيها، واذا كان حد غواها مصيره يزهق منها، او مصيرها هي اللي تزهق منه وتسيبه. ولا تزعلي روحك يا ريسه، الله كان في ايدك بيضه فلتت وقعت اتكسرت، الله يعوض. بقول لك مش راجعه يا فرخ. لو ما صلي على النبي، الاتفاقيه اللي انت عملتها مع الشاويش عبد موله عامله شغل مية مية. طبعا يا ريسه، الله. عاوزين نمشي الكلام ده في بقيه الحتت التانيه ان شاء الله. تسلم رجب. اموريني. قوم اقفل الباب وتعالى. ليه يا ريسه؟ الدنيا حر، وبعدين الباب عامل تيار حلو مع الهوا. قوم اقفل الباب، عاوز اتكلم معاك في موضوع مهم، ولما تبقى تسمعه ارجع افتحه تاني. حاضر حاضر. خير، تحت امرك. ايه الموضوع اللي انت عايزاني فيه؟ عايز اطلب منك طلب. رقبتي رقبتي، وانت عارفه ما تاخرش. لو عايزان اقطعها واحطها في طبق الفلوس هعملها. عايزك تتجوزني يا رجب. مالك يا واد بلمت كده ليه؟ بلمت وعزة الله يا ريسة، انت دمك زي العسل وشربات، وهزارك ملوش مثيل، ايه رأيك بقى؟ انا بتكلم جد يا رجب. جد مين ومد مين يا ريسة؟ الله، في حد برضو بيتجوز امه؟ ده هو ده الهزار اللي على اصوله. انت ناسية ان انت امي؟ امي امي يا ست اصيلة. الله، هو انا عرفت يعني امي غيرك؟ ده انا ابنك اللي انت ما خلفتيهوش. طب اقول لك على حاجة حلوة، ها؟ لو انت عايزة تتجوزي دلوقتي يحصل في التو واللحظة. اه طبعا، بس انا ما ينفعش. محدش بيتجوز بقى يا امه يا ست اصيله. طب اقول لك على حاجه انقح من الحاجه الاولانيه، ها؟ الواد العاقل هو اللي بيجوز امه ويصونها ويسترها، اه، عشان الشيطان ما يوسوس في ودانها. الله، هو انت اي حد؟ وبعدين هو انا يهمني حاجه غير سعادتك؟ امور يا غاليه، ده انت الف من يتمنوكي والف شويه كمان. بقول لك يا ست اصيله، اموري اللي انت عايزاه، العريس الذكر اللي انت عايزاه اجيبه لك تحت رجلك دلوقتي. الله، ده انت الغاليه، ده انت ست الستات، ده انت احسن ام في الدنيا، دي الجنه تحت اقدامك يا ماما. وريني رجلك ابوسها، وريني الجنه يا حبيبتي، وريني الجنه. خلصت شغل القلباندا بتاعك؟ جبت اخرك يا فرخ ولا لسه؟ اكتر من كده ما عنديش الصراحه. اياك يا واد تكون فاكرني صدقتك. وعزه الله وعزه جلاله الله يا ست الحبايب، ده احساس يمتك. الاحساس حاجه، وكوني مش امك حاجه تانيه. ولا مؤاخذه يعني، الاحساس ما يمنعش شرع ربنا ولا ايه يا راجب؟ وانا يا اخويا اللي خلفتك من بطني ولا رضعتك من صدري عشان ابقى امك يا رحوم؟ محدش يقدر يفتح بقه خالص يا ريسه في اللي بتقوليه. من الناحيه دي انت عندك حق، تمام، بس لا مؤاخذه معلش، الاحساس اللي جوايا يمتك يخلي الجواز زي عدمه، ملوش اي لازمه. مش هعرف، مش هعرف يا ريسه، مش هعرف اختلي بيكي خلوه راجل بمراته. ده انت امي. فكره كان انفع للجواز يا رجب؟ مفيش ست ما تنفعش للجواز. بقول لك انا ماليش دعوه بستات الدنيا. انا في السن ده وبالجته دي
انفع للجواز يا رجب؟ ما ده طلبك انت يا ريسه، وادام انت اللي طلبتي يبقى انت اللي نفسك في الجواز، وكل بني ادم اضرب نفسه يعني. يمكن هفك الشوق لدل راجل. اسمع يا رجب يا فرخ، انا خدت حظي من الدنيا زمان ورديت باسمتي ونصيبي وجبرت، واللي بتعوزه اي ست من راجل مات عندي خالص. اوعى واد تكون فاكر ان انا عاوزه اتجوزك، دماغي فيها حاجه من ناحيتك ولا حطك جنبي ولا نيله يا اخي بلا خيبه. مال يبقى لازمته ايه الجواز يا ست اصيل؟ انا عايزاك تتجوزني عشان تورثني يا رجب يا فرخ يا مغفل. انت كل شويه هتبلم لي كانتك مصيبه. اورثك؟ ما تقوليش الكلام ده يا ست اصيله والنبي، ربنا يديك الصحه ويشيل عنك المرض يا رب. شوف يا رجب يا فرخ، انا دورت الموضوع ده في دماغي يجي مليون مره ولقيتك ما تنفعش تبقى ابني، عشان ما فيش اوراق رسميه تثبت الكلام ده، وحتى لو اتنزلت لك عن اي حاجه ولا حتى كتبتها لك بيع وشراء هيطلع لك مليون واحد يدوخوك في المحاكم ويقرفوك في عيشتك، لكن الشرع بيورث الراجل في مراته لما تموت، يبقى ما فيش غير ايه؟ الجواز يا رجب. بتبصلي كده ليه يا اخويا؟ لا يا اخويا لا لا، انا مش عايزه منك امور الجواز، مخك ما يروحش لبعيد. انا انفع في الجواز؟ وحتى لو انفع ابصلك انت يا ده، انت مش سايب بيت شمامه في المخزن غير واستغفر الله العظيم يا رب. طب اشمعنى انا يا ريسه؟ اللي شالني وانا فيا الروح يا رجب يشيلني وانا ميته، وانت والبت اللي هربت شلتوني هي وراحت، يبقى ما فاضلش الا انت. وانا يا رجب ماليش حد، مقطوعه من الشجره وعايزه الاقي اللي يدفني لما اموت. ملوش لازمه والنبي الكلام ده يا ست اصيله، الله لا يسيئك. لا يا رجب، في حاجات ما تنفعش تتاجل يا رجب. الموت علينا حق، لا اله الا الله، بيجي زي القدر مستعجل كده. وانا عايزه لما يحصل لي حاجه يبقى في ايدك ورقه سندك وسند ظهرك تحطها في عين التخين، وتبقى مسؤول عني بشرع ربنا برضه لحد ما توصلني يا رجب. هو عدم المؤاخذه يعني، هو انت حالتك ايه؟ اللي حلتي يا فرخ ما يخطرش على بالك ولا على بال اي حد. قلت ايه؟ العيال كلها؟ لا ده المره دي الضربه شديده قوي. وش معنى يعني المنطقه بتاعتي اللي نزلوا لي فيها ضابط جديد شدت حلو وعايز يثبت جداره؟ يا ريت على قد كده يا ريسه، ده ناشف ورزل والقتامة في طبعه ومسنون. وابوه لواء كبير في الوزارة ذات نفسها. اسم الله يا صبحي، ولما ابوه ضابط كبير في الوزارة ما ياخدوا معاه، بيرموا علينا بلاهم ليه؟ يا ريسة المنطقة بتاعتك منطقة مهمة جدا، دي سرة البلد، يعني فيها البنوك والمحلات والوزارات وحواليها اللوكاندات والسفارات، وبصراحة كده شريف الحناوي جاي ينظف. وبعدين المنطقة بتاعتك فيها مقر الحزب الوطني، يعني الدولة كلها. وحتى لو جاي متسلط علينا طز، مفيش في ايده حاجة يعملها، غايته ايه؟ هيودي العيال على النيابة، والنيابة تاني يوم الصبح تفرج عنهم زي كل مرة. لا يا ريسة مش زي كل مرة النيابة هتفرج عنهم، شريف الحناوي ما عندوش حاجة اسمها نيابة، ده ناوي يرجع كل واحد للبلد اللي جه منها، ده غير البهدلة اللي ناوي يبهدلها لأولادك. الله، ده رأي يا صبحي، انت بتسخني على الحكومه ولا ايه يا راجل؟ ولا بسخنك ولا حاجه يا ريس. خلص من الاخر، شايف الحل ايه؟ هو مفيش غير حل واحد. الحمد لله على السلامه يا فرخ. اقول لك يا ريس، الواد الظابط ده واد مفتري قوي. شفت يا رياسة؟ بارك يا اخويا انك عرفت تفلت منه. قول لي انت شايف ايه من الاخر؟ تخلصوا منه. جرى يا عم صبحي؟ انت عايزنا نقتل ظابط ولا ايه؟ انا ما قلتش تقتل يا فرخ، ما تقولنيش اي كلام انا ما قلتوش، انا قلت تخلصوا منه. خلص يا صبحي هات من الاخر. الله، ازاي؟ المساله بسيطه خالص، انا بس يلزمنا محامي ابن حنت
يفهم في الأوانطة ويعرف يخبط في الحلل ويكون فهلاوي كده، محامي اسم مش محامي من اللي هما بيقفوا على السلالم. ما تشغلش بالك انت موجود. يبقى تسمعوا مني الخطة، ولازم تعرفوا ان العملية فيها تضحية وفيها دم. تنفيذ الليلة في نبطشية الباشا. كله تمام يا رجب، وتعليماتك وصلت، وعلي النمسا هو اللي هينفذ، وكل زمايل الشهود. ربنا على كل ظالم ومفتري. تعليمات الباشا، المحاضر بتاعتكم كلها جاهزه، تلاتة تلاتة هتدخلوا، كل واحد يمضي على المحضر بتاعه من غير دوشه، وبعدين دي اجراءات لابد منها، والنيابه حن عليكم من ابوكم وامكم. يلا يلا يا اخو، يلا يلا يا حبيبي، يلا. علي النمس مش كده؟ ايوه باشا، علي النمس. امضي. لا وكيل يا باشا، لا ليا في القرايه ولا الكتابه. تمام. ابصم. ها؟ ابصم. مش عاوز. لا ما انا مش بعزم عليك. مش عايز تبصم ليه ان شاء الله؟ عشان ما يتقالش عليا جهل مؤاخذة. انت بتهزر يا روح امك؟ ليه كده يا باشا؟ ده الضرب الاصول، عنك انت. استنوا انتوا بقى. حاجة يا باشا، ده غلبان هنضربه ليه؟ انت اللي ضربته واحنا شاهدين عليك. مين اللي ضربك يا علوة؟ حضرت الضابط شريف الحناوي. ابنه اللي واقف قدامكم دوت هو اللي فتح لنا فوخي. هتروح من ربنا فين؟ منك لله يا مفتاح. معلش يا علوة. فين النيابة؟ انت فين يا نيابة؟ حتى تثبت ادانتك. اين حقوق الانسان؟ والى متى يستمر ضباط الشرطة في بطشهم وجورهم على القانون؟ هل هذه حالة مرضية يصعب الخلاص منها؟ أم هي غريزة أساسية؟ الدستور يحمي كل مواطن دون تمييز، والقانون يكفل لكل مواطن الحرية والرعاية والكرامة. أين حق المواطن الذي كفله له الدستور والقانون؟ لماذا تتحول أقسام الشرطة إلى سلخانة والضباط إلى جزارين؟ إيه يا أخينا؟ ايه الدوشه والزعبوبه اللي انت عاملها دي؟ اولا انا مش اخينا، واللي بقوله ده مش زعبوبه. مين حضرتك؟ انا الاستاذ عصام برهام، المحامي بالنقد والاداريه العليا. اهلا بحضرتك. لسه ما خلصتش كلامي. وعضو الجمعيه الدوليه لحقوق الانسان، وسكرتير عام رابطه مناهضه استعمال العنف في اعسام الشرطه. من الاخر كده حضرتك عايز ايه؟ اولا انا عاوز كل وسائل الاعلام المكتوبه والمسموعه والمرئيه تحضر عشان تنقل المهزله اللي بتحصل في الاسم ده. بعدين سيادتك طرحت عليا سؤال وقلت لي انت مين. ممكن اطرح عليك نفس السؤال واقول لك سيادتك مين؟ انا مامور الاسم. اهلا وسهلا يا فندم. يبقى خلاص لازم القانون ياخد مجراه على الصغير والكبير. طب ممكن حضرتك تهدى شوية وتتفضل معايا في المكتب نشرب القهوة؟ ممكن، بس في الأول لازم اطمن على الضحية بتاعتي. اتفضل حضرتك معايا وفي المكتب إن شاء الله هنحل كل حاجة. يا ريت. يا أستاذ برهام، إحنا عاوزين نلم الدور. يا جناب المأمور، مش كل حاجة تنفع تتلم، وسيادتك سيد العارفين. وأنت برضو سيد العارفين وفاهم كويس قوي إن الضابط اللي عندي ده ملوش أي علاقة بإصابة المتشرد اللي أنت جاي تدافع عنه. لا يا باشا، بس المعلومات اللي عندي بتقول إن فيه شهود. أيوة، بس الشهود دول يبقوا زمايله. تقدر سيادتك يا جناب المأمور تثبت إنهم زمايله؟
ده في واحد من الغربية والتاني من فرسكور والتالت من المنيا وجه قبلي. وبعدين يا جناب المأمور المسائل دي تخص النيابة. أستاذ برهام أنا لا عايز مشاكل ولا عايز شوشرة في الاسم بتاعي. ومن الآخر كده الضابط شريف ده أمره يهمني. طبعا لازم يهمك يا جناب المأمور. مش ده ابن سيادة اللواء عاصم الحناوي مساعد أول وزير الداخلية؟ ده أنت عارف كل حاجة. جرى إيه يا جناب المأمور؟ القسوة اللي عند الحناوي الابن موروثة من الحناوي الأب، نفس الجينات. حضرتك مش فاكر الحناوي الأب واللي عمله في مظاهرات 77 كان له ضحايا كتير. طب بقول لك إيه؟ عايزين ننسى بقى الحناوي الأب ونخلينا في الحناوي الابن، وبقول لك للمرة التانية عايزين نلم الدور. لينا شروط. عارفها. قبل ما هتخرج من مكتبي كل اللي مقبوض عليهم هيبقوا بره الاسم. لا يا باشا لا لا ده شيء مفروغ منه. ايه طلباتك؟ اتفاقية سلام. نعم يا اخويا. سلام بين مين ومين؟ بين الاسم وبين العيال الغلابة الضحايا اللي بيلقطوا رزقهم واهاليهم رميلهم في الشوارع. اذا كان اصلا اهاليهم خلفوهم في الشوارع هم لقوا بيوت آمنة وقالوا لا. طب واتفاقية السلام دي بقى بنودها ايه؟ عدم القبض عليهم وحرية العمل. انت بتسمي التسول والشحات عمل؟ خلاص يا باشا يبقى القانون ياخد مجراه. ايوه بس شكلنا هيبقى ايه قدام رؤسائنا؟ احنا كده نبقى ما بنشتغلش خالص، بنهمل واجبنا. لا يا باشا ما تشيلش هم خالص. إذا كنت جنابك عاوز كام بيت على كام واد يكونوا عندك هنا ممكن في ساعة زمن سيادتك تقشر بس ويقعدوا هنا معاك ساعة اتنين تلاتة وبعد كده تفرج عنهم. هو جنابك ما اشتغلتش في مكاتب مكافحة المخدرات ولا ايه؟ للأسف لا. نفس العملية يا باشا نفس العملية. لما يكونوا عاوزين يعملوا الشغل بيجيبوا البضاعة وبيجيبوا المتهمين وبعد كده يبوظوا القضية لعدم صحة وسلامة الإجراءات. ومين بقى إن شاء الله اللي هيكون حلقة الوصل؟ ولد 10/10 كلمته ما يتشكش فيها أبداً. كلمته حكم محكمة غير قابل للطعن. ده سيادتك هنا في القسم عندك العساكر والرتب الصغيرة عارفينه كويس أوي. رجب الفرخ. سيادتك والرتب الكبيرة كمان ما أنت عارفه جنابك. كده هيبقى في حاجة تاني مهمة. أمرني جنابك. طبعاً أنت عارف إن منطقة وسط البلد منطقة حيوية وقريب منها فنادق، وزارة الخارجية، مبنى الحزب الوطني، جامعة الدول العربية، ده غير إن في ضيوف مهمين ومواكب ومناسبات. معلوم يا باشا معلوم. وجنابك عاوز المنطقة هناك تكون نظيفة جداً زي أي منطقة نظيفة في باريس. يا ريت. معلوم معلوم يا فندم زي ما سيادتك عاوز بالظبط. بعدين فعلاً الحضارة مطلوبة. لا يا أستاذ برهام الكلام ده مش منطقي بالمرة. بقى احنا هنخطر شوية حرامية وبلطجية نترجاهم يعني؟ ينفع برضو الكلام ده يا أستاذ برهام؟ خلاص يا جناب المأمور سيادتك أنا قلت الحل اللي عندي. شوف سيادتك عاوز تعمل ايه. أنا مش عارف أقولك ايه. لا يا باشا أنت تعرف كويس أوي تعرف كويس. عاشت الرئيسة عاشت الرئيسة عاشت الرئيسة عاشت الرئيسة عاشت الكبيرة عاشت الكبيرة عاشت الكبيرة عاشت الكبيرة عاشت جلالة الملكة عاشت جلالة الملكة عاشت جلالة الملكة عاشت جلالة الملكة. أبنائي وبناتي أنا من غيركم مسواش بصلة. أنا بحبكم وأنتوا بتحبوني عشان كده لازم أحافظ عليكم. وإذا كنت كبيرة ولا رئيسة ولا حتى ملكة فبسببكم. والراجل ده الراجل الكبير أبشركم بوجوده في حياتنا الأستاذ عصام برهان المحامي اللي عمل معجزة وخرجكم. عاش الأستاذ برهان عاش الأستاذ برهان وعاش الأستاذ برهان عاش الأستاذ برهان. الحمد لله والشكر لله بفضل ربنا والأستاذ برهان المحامي
قدر يتوصل لاتفاقية سلام بيننا وبين الحكومة. عاجت الكبيرة! عاجت الكبيرة! وعاج الأستاذ برهان! وعاج الأستاذ برهان! عايز أقول كمان إن في منكم أبطال وفدائيين مستعدين يضحوا بكل حاجة بالغالي وبالرخيص عشاني، زي البطل علي النمس. أنت فين يا علي؟ خدامك يا ريسة. اتعورت جامد يا ولا؟ الله وكيل زي الفل. دي لعبتنا وياما خدنا دروس فيها. اسمعوا بقى الخبر السعيد. أنا نويت أكمل نص ديني. نويت أتجوز. مبروك يا ملكة، ربنا يتممنك على خير. مين الملك يا ملكة؟ واحد منكم، بس مش انت يا روح امك. انا طبعا هجيب لكم ملك منكم فيكم. انا مش واطي عشان اجيب لكم واحد غريب. وما تقلقوش، كل حاجة هتعرفوها في اوانها ووقتها. مبروك يا ملكة. الله اكبر. الله يرحمك عبد الفتاح المنشاوي. لا اله الا الله. سراجة بقى كبيرة. جدع وخفيف يا علي. عايزك تاخد قد تطلعوا تتهوى وتتمشوا شوية. تعالى قومنا يا رجب. تعالى يا رئيسة. يلا يا ولد. تعالى. هات العصاية. اهي. على مهلك. على اقل من مهلك. كله على الله. كله على الله يا رئيسة طبعا. على مهلك. على الله. سنني كويسة ولا؟ ماسكك يا رئيسة ما تخافيش، أنا معاك أهو. أنا معاك. عايز أطلب منك طلب يا رجب. أمور. اقرأ الفاتحة على روح الحاج عبد الفتاح المنشاوي. النهاردة السنوية بتاعته يا رجب. معلش يا رئيسة لا مؤاخذة، بس أعرف مين هو الحاج عبد الفتاح المنشاوي ده؟ سيد الناس يا ولا، وعمهم وتاج راسي. ده جوزي الله يرحمه. الله يرحمه وربنا ما يعرف يا رئيسة. الله يرحمه بوسع رحمته يا رب ويحسن إليه. الله يرحمه. مش فاهمة إزاي ما تعرفوش. حلويات المنشاوي يا ولا، ده اسمه كان مكتوب على كل علبة حلاوة وكل علبة شوكولاتة وكل إزازة شربات ورد، حتى البنبونة ملفوفة في ورقة عليها اسمه. هو أنت وأنت صغير ما مرش عليك حلويات المنشاوي خالص؟ ما رئيسة أنت عارفة الظروف بقى. اهو انت دلوقتي واقف في المصنع بتاعه، بص كده واتمعن حواليك واوعى تقولي انها خرابه. لا ده مصنع كبير، كان هنا في مكان داير وعمال وصناعيه لابسين ابيض وبنات وستات، اشي بيعبي بنبون واشي بيعبي شوكولاته وعربيات داخله وطالعه تحمل في البضايع لمصر كلها. اخ يا رجب تعبت، هات لي الكرسي بتاعي عايز استريح. طب ولازمته ايه بس يا رئيسه ما تخشي تستريحي جوه؟ سيبني شوية عايشة في الزمن الجميل اللي كنت عايشة فيه. وبعدين أنا عاوزة يا ولا أعرفك أولك من آخرك. هو أنت مش هتبقى جوزي برضه؟ حاضر. اقعدي. اقعدي يا ريس. على مهلك. على مهلك. آه. مرتاحي. المصنع ده كله بتاعي يا رجب، ملكي. وانتي ورثتيه يا رئيسة؟ عمري ما كنت من الورثة ولا كنت عايزة أبقى منهم. المرحوم كتب لي المصنع وسجله لي في الشهر العقاري، كان خايف عليا من الورثة. المصنع ده يا رجب 3000 متر. عارف يعني إيه 3000 متر في وسط البلد؟ تعرف المتر بكام؟ وكل يوم في زيادة بالزيادة بالزيادة. عشان كده يا ولا أنا عايزة أتجوزك، عشان تورثني يا مغفل. أنا عارفة دماغك فيها إيه، بس أنا زمان كنت واحدة تانية. عارف يا ولا يا رجب، أنا دخلت المصنع ده وأنا عندي 16 سنة. كل العمال في المصنع، الرجالة بقى كلهم من شاب العيل العجوز،
لازم يصبحوا عليا كل يوم، يقولوا صباح الخير يا أصيلة يا وش الخير، حتى المنشاوي. أنا كنت زنت الصبايا رجب، عارف كانوا بيقولوا عليا إيه؟ يقول البت دي حلوة قوي وجسمها حلو ونخشة و... كان هو الحاج عبد الفتاح المنشاوي ده اتجوزك يا ريسة؟ أياميها ما كانش حاج، هو اتشرط عليا شوية شروط كده وأنا قبلتها، بس أنا كمان اتشرطت عليه، بس أنا شرطي صح، قلت له لازم أتجوز بقسيمة متوثقة. هو شرطه كان غريب قوي، عايز نفضل شغالة في المصنع ومحدش يعرف إني اتجوزته، أصله كان غاوي، أفضل تحت عينه كده وشايفني وسط زمايلي وعلى طبيعتي، وخد لنا شقة في السيدة زينب شلة يا ست وفرشها على مقصه، كان بيرتاح فيها قوي. عارف أنت لما كان ياخد تعسيلة أول لما يقوم من النوم يحمد ربنا على النومة الحلوة. أيوة بس هو كان عنده بيت تاني. أيوة يا ولا، كان متجوز واحدة تانية، ما هدي أم الورثة اللي قطعوا بعض. هو ما كانش راجل مزواج، بس كان عاوز يعيش على راحته، كان يقول لي وأنا معاكي بحس إن أنا عايش مع أهلي. يا سبحان الله، ولما أنت كده يا ريسة مالك أنت ومال ولاد وبنات الشوارع؟ ده أنت زعيمة، ده أنت بحركة صباع بتنقلي شوارع. ما أنا ولاد الحلال خوفوني وقالوا لي الدنيا ما بقتش زي زمان، قالوا لي إن ممكن أجي الخرابة ما لقاهاش أطلع برج فيها ولا حاجة، وإحنا بقينا في زمن الخطف، وبرضه بقينا في زمن الحق في ضايع على طول. قلت أحرس ملكي بنفسي، سبت شقة السيدة وجيت قعدت هنا، وما جبتش غفير، ما الغفير ممكن يبيع. وأول ليلة يا رجب بت فيها لوحدي، ربنا ما يوريك، كنت مرعوبة، ما هو اللي يسرق يقتل، وأنا وحدانية لا عندي حبيب ولا قريب، عايزة ونس، عايزة لما أعمل إيه بأي حد أيا كان معدي عاوز حتة يبات فيها، بت راجل ست عيل، أقول له تعالى، وعملتهم كويس عشان يحبوني ويخافوا عليا. دلوقتي بس أنا فهمت يا ريس. يا ولا أنا هتجوزك عشان تورثني، ولما تورثني ابقى اتصرف في مالك زي ما أنت عاوز. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، صدق الله العظيم. الله عظيم. البطاقات لو سمحتوا. بطاقة العريس وبطاقة العروس والشهود. فضل مولانا. فضل مولانا. فضل. عادل حسان سليم المواردي. المهدي. المهدي يا مولانا، المهدي. يا رئيس رجب، انت هتتجوز باسم واحد تاني؟ الناس يا اخويا بتتجوز باساميها. جرايه بنت عفاف، عادل حسان ده اسمي الحقيقي، رجب الفرخ ده اسم الشهره. ها خلاص كمل انت يا مولانا، مالكش دعوه، كمل. ما واحده فيكم تسمعنا زهروطه. بقول لك ايه عمري، القسيمه دي اهم حاجه، تدفع له قرشين زياده وتروح تاخدها بدري بدري وتشيلها جوه حبايبي عينيك. على مهلك. على مهلك. على مهلي غصب عني، على مهلي. ربنا يديك الصحه. ده الواحد يا ابني بقى نفسه يتكرف منه كده، مجرد ما يتحرك خطوه ولا اتنين يديك الصحه وطول العمر ويخليك يا حبيبي. قعدني بقى. على مهلك. قعدني. ايوه. يعني بص بقى يا عادل، تستغربش انا من هنا ورايح هندهلك باسمك الحقيقي. ما ينفعش يا ريسة، ما ينفعش. رجب الفرخ دوت اسم لبسني ولبسته، ولا انا ينفع اسيبه ولا هو ينفع يسيبني، وحتى لو سبته هيرجع لي تاني.
البني ادمين دول يا ريس عاملين زي الشوارع، مهما غيروا في اساميها برضه هتفضل بالاسم اللي الناس عرفتها بيه. انا هفضل رجب الفرخ لحد ما اموت. انت هتقلبها بقى ايه؟ الله، ايه يا ولا في ايه؟ كل ما ابص لك فاكر يا ولا رجب، هقول لك رجب عشان ما تزعلش. اول مره شفتك فيه عملت معاك ايه؟ عرفي. كانت مقابله حلوه الصراحه يعني. عارف يا رجب، اول مره شفتك فيها بصيت في عينيك وفي صوابع ايديك كده، عرفت ان انت مش متبهدل، وتأكدت ان انت ابن ناس، وحاجة من الاتنين، يا الدنيا بتاعتك طردتك يا انت هربان منها. وانا عمر نظرتي ما وقعت في الارض ابدا. يلا بقى. يلا ايه؟ يلا شوف نفسك. ما انا هشوف نفسي طبعا يا ريس، هشوف نفسي. بس لكن هقول لك حاجه. انت هتقعد تلكني وتبسبسني؟ لا ايه ولكن ايه؟ هو انت مش عريس؟ اه عريس. طيب العريس بيعمل ايه؟ بيهيص ويشوف نفسه؟ يلا شوف نفسك. اعمل ايه طيب؟ تخرج تتفسح تهيص تقضي ليلتك زي ما انت عاوز. الله مش عريس؟ وبعت لي البيت عفاف عشان تقلعني هدوم. اه ها؟ طب ما انا ممكن انا اعمل ده يا ريس، انا ممكن اساعدك واعمل انا ده يعني لو عايزه، يعني لو ينفع، يعني لو ينفع. بس اتكسف يا ولد، انت ابني عبيط. الموضوع مش زي ما هو في دماغك خالص، انت مش فاهم حاجه. انا ما انفعش في الجواز، وحتى لو انفع مش ليك انت، ده انت عيل يا ولا. انا قد امك، ويمكن اكون اكبر من امك، قد جدتك كمان. عايز حاجه؟ الجواز اللي بيننا ده على الورق بس، والورق ده عشان ينفعك في دنيتك بعد كده. فهمت حاجه؟ قوم اندهلي عفاف. ماشي حاضر. الله يخرب عقلك يا رجب. الواد عايز يرمي نفسه في التهلكة عشان يثبت لي انه ذكر. اخ يا رجب، يا ريتني كنت انفع. والله لو انفع ما كنت عتقتك يا كلب. الله يحزك يا شيخ. اصب لك كوباية؟ ما ينفعش، ما اقدرش، ده حتى الاكل ده كله انا ممنوع عنه من ايام ما كنت في المستشفى. الله، انا قاعده معاك بس كده عشان افتح نفسك. لكوبايه بيره واحده مش هتعمل حاجه. يا ولا بطل زنه. اسمعي مني. جيني الادوخ. طب انا احكي لك حكايه. البيره ايه؟ مره المنشاوي بيه جوزي الله يرحمه. الله يرحمه. كان طالع اسكندريه في مشوار شغل، واصر انه ياخدني معايا. بس انا ما طلبتش منه، حكمان عمري ما كنت اطلب منه حاجه ابدا، ولو حتى هموت عليها. يا رجب، دي كانت ايام حلوه حلاوه، والايام الحلوه دي انا لسه عايشه فيها لحد دلوقتي. المنشاوي حجز لنا في الاكنده الكبيره اللي على البحر، والاوضه بتاعتنا على البحر الاخرى. افتح الشباك الهواء ايه بتاع البحر ما اقولكش، يطير الستاير والملايات والهدوم وكله كله. بلك انت في ليله من الليالي ما تفهمش طلع في دماغه ليه عشيني في مطعم الاكاندا. ويا ريت وما نزلني. ايه اللي حصل؟ فضحته. صب لي كزبيره زيك كده، زيك بالظبط، فضل يقول لي اشربي اشربي، وقبل حتى ما انطى واقول عايزه ولا مش عايزه شربت. وما اقولكش بقى، السقف بعيد بعيد والارض ما فيش ارض، حتى المنشاوي بيه شفت له راس طالعه جنب راسه. انت شفت حاجه؟ دي كانت ليله وشالوني مربع شله بلا كده. طب ما انت عشت ايام حلوه يا ريس. امال، ولسه عايشه برضو في الايام الحلوه دي.
بس ناقصني حاجات كتير قوي يا رجب. ايه اللي ناقصك يا ست الستات؟ ما تعودتش يا اخويا اطلب حاجه من حد حتى لو كنت هموت عليها. يا ست اطلبي اطلبي وشوفي هنفذ ولا لا. وين ما نفذتش ثلاثه بالله العظيمه ابقى رجب المقطف وابقى راجل طاري زي ورقه الخاص. انت مقصر في واجباتك الزوجيه. رئيسة ما احنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده وانت قلتي انك يعني مش حابه الموضوع دوت يعني. ضحكتني كتكني لا ولا فرق. طب وانا قلت حاجه تضحك رئيسة؟ يا مداول انت كل حاجه بتفكر في الكلام الفاضي ده، مش دي الواجبات الزوجيه خالص. طب اقمري قشري كده بايدك تفسحني تفرجني دنيا ربنا، هي دي مش برضو واجبات زوجيه؟ دي اهم حاجه في الواجبات الزوجيه يا رجب، دي اساس كل الواجبات الزوجيه. الله. عارف يا رجب يا فرخ، انا بقالي عمري بحاله بشوف الدنيا في التلفزيون، لكن حاسه ان اكيد الدنيا بتاعت ربنا حاجه تانية. طب بص يا رئيسه، مفيش كلام هيتقال بعد اللي انا هقوله. رجب الفرخ لو معرفش يوريكي دنيا ربنا على حق يبقى رجب المقطف. ازاي؟ مسكي من اكس مسكي ده بنت عفاف وزي على اخواتك خدي عن عاد اتفضلي يا ست الستات جلاتي سكه بت اللهم صل على النبي كتر خيرك يا ولي يا رجب ربنا يخليك ليا قد كلمتي ولا لا؟ قدها ونص وثلاث ارباع كمان ودام سهلت عليا الموضوع كده لو ما تتكسفش مني يعني تعرف تخرجني بالنهار؟ يا ست أصيلة اللي يعمل ده بالليل يعمله بالنهار. الله. طب أموريني عايزة تشوفي إيه؟ أوديك الأهرامات؟ أفرجك على أبو الهول؟ أوكلك همبرجر؟ اللي أنت عايزاه. أقولك على حاجة، لو بتحب الكورة أوديك الاستاد من بكرة وهقعدك في المقصورة الرئيسية كمان. نيجتك إيه يا راجب؟ لا مش للدرجة دي، ماليش في الكورة وجع القلب ده. أنا بس عاوزاك توديني مشوار مهم بس يكون في عز النهار. إيه؟ عايزة تروح اسكندرية؟ عايز تشوف البحر يا جميل بس أنت بس يا واد اتلم الله. مش اسكندرية بالظبط، قبل اسكندرية بشوية. تعرف حتة اسمها وادي النطرون؟ ها؟ أنا أسمع عنها بس أنا عمري ما رحت هناك الصراحة. أما نروح المخزن إن شاء الله هرسيك على كل حاجة. بس المهم نكون هناك قبل العصاري. من عندي قبل عندي يا ريس، انت تأموري. يلا يا اسطى اطلع. واحنا وصلنا كده يا ريسه؟ ايوه يا راجل، قول له يقف قدام شويه. اقف قدام شويه يا عم اللوستا. راجل حط الكرسي عند الشجره اللي هناك دي، عايز اقعد اتكلم معاك شويه. حاضر يا رئيسة. يلا بسرعة. على مهلك يا رئيسة. حط عم الوسطى. روح انت يا سيد العربية. حاضر يا رئيسة. على مهلك. آخ يا نيل. على مهلك. بص حواليك كده يا رجب. الأرض دي كلها بتاعتي.
أنا اشتريتها زمان، قلت يمكن تنفع. زمان كانت الحاجة رخيصة، دلوقتي كل حاجة بتغلى إلا البني آدم. يا الأرض دي يا ريس أنت اشتريتيها عشان تعملي فيها مشروع؟ مشروع إيه بس يا فرخ؟ يا ولا ما أنت عارف إنها مسطورة الحمد لله. أنا اشتريت الأرض دي عشان أسكن فيها. تسكني فيها؟ تسكني فيها إزاي يا ست أصيلة؟ دي حتة مقطوعة ما يسكنهاش عفاريت. أنا مش شارياها عشان السكن وأنا عايشة يا رجب. أنا بدعي ربنا ليل ونهار يرزقني حسن الختام. بعد الشر عليك يا ريسة. الموت مفيش مفر منه. أنت خايفة منه؟ أعوذ بالله. أنا مخافش من الموت يا رجب. أنا بس خايفة من البهدلة وإن الناس تتريق عليا وأنا ميتة. منين بس يا ست أصيلة هتيجي البهدلة والتريقة؟ أنا هبقى متعبة جدا في الشير والدفن. ده يمكن ما أدخلش من فتحة القبر من أساسه. عشان كده أنا عايزة قبر مخصوص أنزل فيه براحتي على الساكت. مش عايزة لا أتعب حد ولا أقرف حد معايا. عايزاهم يفتكروني بالخير وأنا رايحة الرحلة الأخيرة يا رجل. عشان كده كنت عاوزة. أيوه عشان كده اشتريت الأرض دي عشان أعمل فيها القبر بتاعي. ودي الوصية بتاعتي يا رجل. عايزك لما أموت تعمل لي حفرة كبيرة وغويطة وتحطني وتهيل عليا التراب. امسك يا رجب مني افتح. ناقصها بس تحط عليها التاريخ اللي ربنا هيأذن بيه. وعايزاك تزرع حوالين قبري زرع كتير قوي يا رجب، وتشوف لك كم فلاح غلبان على قد حاله عاوز يزرع ويسترزق. اديلهم الارض عشان تبقى صدقه جاريه على روحي يا ابني. قادر تنفذ الوصيه دي يا رجب؟ يا ريسه محدش عارف مين يومه قبل التاني. ريحني حبيبي، ما تقعدش تلف وتدور عليا. قادر تنفذ الوصية ولا لأ؟ قادر بإذن الله يا ريس. الحمد لله أنا كده ارتحت. دي أول حاجة. تاني حاجة، عارف التين الشوكي؟ نعم. التين الشوكي؟ أيوه عارفه طبعاً يا ريس. تقدر تاكل التين ده بقشره وشوكه؟ ولا حتى امسكها بايدي. دي التناية عامله زي الكره اللي مليانه شوك. انا بقى هورثك الكره اللي مليانه شوك دي. طب وعلى ايه يا ريسه؟ ما بلاش منه الورث ابو شوك ده. الدنيا كلها كوره شوك كبيره. انت نفسك عايش جوه كوره شوك بس انت مش واخد بالك. صبح ايه القلق اللي على وشك ده؟ بصراحة ما عرفتش اجيب معلومات كفاية عن الموضوع اللي انت طلبته مني. موضوع ايه؟ أصيلة أبو القمصان. مالها؟ أصيلة أبو القمصان طلع ليها وريث واحد هو جوزها. جوزها؟ ويطلع مين بسلامته ده بقى واسمه ايه؟ والله المعلومات المتاحة في الموضوع دوت موجودة في قسيمة الجواز اللي مثبتة في المحكمة. هو اسمه عادل حسان سليم المهدي. ويطلع مين ده بالظبط؟ انا بس عايز اسال حضرتك سؤال، انت ليه مهتم بموضوع الخرابه وصاحبه الخرابه وجوز صاحبه الخرابه؟ مش فاهم يعني. عشان انا غاوي خرابات يا صبحي. في ايه يا ابني؟ انا محتاج حته الارض دي. كده فهمت. طب اديني يا سيادتك فرصه تانية وانا اروح اجيب لك قرار جوزها. لا 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 لا، فرصه تانية ولا ثالثه. سيب لنا المهمه دي بقى. انا هخليك تروح تجيب لي واحد هو اللي هيقول لي يطلع مين اللي اسمه عادل حسان سليم المهدي.
اهلا 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 يا رجب. اهلا يا سعاده الباشا. وحشني يا راجل. وانت والله وحشني يا سيدي الباشوات. اقعد اقعد. ايه يا راجل؟ ده احنا لو هنقابل وزير الداخليه مش هنتعب التعب ده كله. كل ده بنتحايل عليك عشان تيجي تشرب معانا كوبايه شاي. معلش معلش يا سعاده الباشا، حقك عليا. في دي انت عندك حق وليك عندي حق عرب. بس كان عندي شويه مشاكل كده في الدنيا كنت بخلص فيها. يلا ربنا يعينك. ها اخبار الشغل ايه؟ والله يا سعاده الباشا الشغل ماشي مع حال البلد بالظبط. لو حال البلد مزهزه ومنعنش الشغل بينعنش معانا، لو حال البلد قافش الشغل بيقفش علينا وعلى اللي خلفونا. والحال بقى منعنش ولا قافش؟ الصراحه يا سعاده الباشا قافش قافش قفشه وحشه قوي قوي قوي. البلد حالها في النازل ومحدش عارف ليه. تلاقي الست الكبيره هي اللي حاطه الخير ده كله ببطنها، مش كده ولا ايه؟ كده. لا ولا يهمك، الايام اللي جايه ان شاء الله يا رجب هتبقى احسن من دلوقتي بكتير قوي. كله على الله. اهلا اهلا يا رجب. اهلا بيك يا سعاده الباشا. شرفتني وشرفتني. ربنا يخليك يا رب. امسك دي عشانك. خير يا باشا. هدية علشانك من ليك. ربنا يخليك يا رب. يعني بس تربة حشيش بذات نفسها صنف جديد لسه نازل السوق اسمه ايه الاساتوك ده؟ يا سيدي لا مؤاخذة يا سعادة الباشا في السؤال، يعني معلش، هو حضرتك بتشتغل في ال اكرم حالك يا رجب. لا مش للدرجة دي، اصل انا ماسك قضية لراجل تاجر مخدرات كبير قوي في البلد. ابنه بقى يا سيدي لما بيجي يطمن على قضية ابوه ما بيجيش ايده فاضية. ابسط يا عم. لا مؤاخذة يا سعادة الباشا، معلش انا اصلي ماليش فيه. معقولة؟ شفت بقى. طب خدها برضو رجب، وزع على اصحابك وحبايبك، اعمل عليهم بنط. طب وعلى ايه يا سعاده الباشا؟ ملعون ابو حبايبي على اصحابي كمان، يولعوا بجاز. الله، يعني انا عشان اعمل معاهم بنط اخرج من عند حضرتك في المكتب وانا مخبي في هدومي تأبيده؟ سعاده الباشا انا اصلا مشبوه. طب بذمتك دي خلقه الواحد يطمن لها؟ شفت بقى يا سعاده الباشا، انا المخبرين حافظيني ظهرا عن قلب، لو واحد فيهم قفشني سعادتك سيد العارفين. خد يا سعاده الباشا العروسه ديت لحد ما ربنا ان شاء الله يكرمها بعريسها. بتخف دمك اهو، سيبها يمكن يجي لها عدلها او ان شاء الله طبور. طب امسك يا سيدي، اظني ليك في الشرب. يعني في المناسبات والاعياد. يعني ليك. ايه اهو يلا خد دي، جايلي هديه من واحده ست فاتحه مطعم سياحي كده، تحسبني بشرب. انا الحمد لله ما بعملش حاجه تغضب ربنا. ماشي يا باشا، مقبوله من حضرتك، انا هاخدها وربنا غفور رحيم. وكمان برضو عشان الموضوع اللي كنت حضرتك عايزني فيه، ما تنساش برضو يا سعاده الباشا ان في بره زباين كتير مستنيينك. اصيله ابو القمصان. مالها يا باشا؟ تقعد يا رجب، انت نورتني النهارده. انت عرفت طبعا انها اتجوزت؟ عرفت. عرفت اتجوزت مين؟ سعاده الباشا دي خصوصيات انا ماليش فيها، وبعدين دي المعلمه الكبيره تعمل اللي هي عايزاه. ازاي يا راجل؟ انا عارف انك انت الراجل الكبير بتاعها اللي حافظ كل اسرارها، ازاي يا رجب ما تعرفش اتجوزت مين؟ سعاده الباشا اتجوزت ولا ما اتجوزتش انا مالي؟ انا بقى عرفت مين جوزها. مين؟ عادل حسان سليم المهدي. عادل حسان؟ لا والله يا سعاده الباشا انا عمري ما سمعت الاسم ده قبل كده، وبعدين كمان هي عمرها ما نطقت الاسم ده قدامي. ما عشان كده بقى يا رجب انا طلبتك وقلت لازم اشوفك النهارده. وانا تحت الامر يا باشا. حلو قوي يا رجب، احنا عاوزين نعرف بقى مين عادل سليم المهدي من الشيطان اللي قبل انه يترمي في التهلكه، ان يقبل على نفسه ان يتجوز واحده زي دي ويعاشرها معاشره الازواج. ازاي
دي فيلة يا رجب. سعادة الباشا، لا مؤاخذة في السؤال معلش، هو حضرتك شاغل بالك بموضوع جواز الست قصيرة ده ليه؟ أصل أنت بقى ما تعرفش المهم. طب ما يجراش حاجة لما تعرفني اللي أنا معرفوش. هقول لك، الخرابة اللي أنتوا عايشين عليها دي يا رجب تسوى ملايين، وابن الشيطانة اللي اتجوزها ده عارف إن الست دي عايشة على فيوز، في أي لحظة تك تضرب تضلم الدنيا ياخد الفلوس ويطير. مين ابن الشيطانة ده يا باشا؟ عادل حسان سليم المهدي. والمطلوب؟ تحط ايدك في ايدي. ازاي؟ ازاي دي بقى سكك كتير قوي، موال طويل. مبدئيا احنا عايزين نعرف مين هو عادل حسان سليم المهدي. يمكن يكون وحش، وحش من وحوش البلد. انت عارف البلد اللي من دول مليانه وحوش، او شخصيه كبيره مهمه ماسكه منصب كبير، او يمكن يكون قريبها وهي ليها مزاج تورثه. هي حر؟ هي حره ازاي يا رجب؟ انا وانت اولى، لازم نحط ايدينا في ايدين بعض. فاكر لما عادل امام قال لسعيد صالح انا المخ وانت العضلات؟ وما تخافش، كل حاجة هتبقى بالقانون وما تخرش المية. سعادة الباشا، هو حضرتك متأكد ان الخرابة دي ملكها؟ زي انا ما متأكد بالظبط ان الشيطان اسمه عادل حسان سليم المهدي، وده لازم نعرفه. ولما حضرتك هتعرفه هتعمل فيه ايه؟ يا نبقى تلاتة والورث يتقسم علينا، يا نزيحه بقى من سكتنا ونبقى اتنين والبيضة تتقسم علي أنا وإنت، إنت الصفار وأنا البياض. قلت إيه؟ قلت سيبني يا باشا أعرف لك حكاية الواد ابن الشيطانة ده ويطلع مين. أنا زعلان منك. عندك حق. تعال تعال وما اشربش جوه في القهوه على حسابي. اقعد عاطف. اقعد. ايه في ايه؟ انا دورت عليك في 80 حته لحد ما ربنا هداني ورحت لك المجله اللي بتورد لها الصور. ابوك تعبان قوي يا عاطف، تعبان بجد، وانا كمان لما شفته صعب عليا. انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده، عايز انساه. تنسى؟ تنسى يا عاطف؟ دول أهلك، ده أبوك. يرضيك أبوك يضربك في الشارع قدام الوخش بتاع المنطقة كلها؟ أقول لك على حاجة، أنا كنت أتمنى أعيش مع أبويا طول العمر، حتى لو كان هيضربني بالجزمة كل يوم قدام كل الناس. محدش عاطف بيعرف قيمة الأب، إلا اللي بيتربى بعيد عن الأب. وبعدين ايه اللي هيخليه يعمل كده الا اذا كنت انت عملت عامله سودة؟ ظبطني مع بيت فيها حاجه دي؟ ما انت اللي خايف يا ابني. اذا بوليتهم فاستاتروا. لازم ابعد شويه قبل ما الناس تنسى. معلش، بس انا ليا عتاب عندك على فكره. انت ليه لما سبت البيت ما جيتليش؟ معرفش، دماغي ساحت على بعض. طب وانت فين دلوقتي؟ انا في امان. طمني انت عامل ايه؟ اهو عادي. انت عارف عاطف الايام دي مش زي بعضها. بلاقي مين بقى محبوش يا صاحبي؟ يبقى في حاجة، وحاجة كبيرة كمان. واحد محامي اسمه برهان. مش ده المحامي اللي متولي أموركم؟ راجل مفتري، عارف إن الفابريكا الخرابة ملك أصيلة بالقمصان، وعمال بيخطط ويرسم عشان يخطفها خطف الوحوش. وأنت عرفت إزاي؟ هو اللي قال لي. شربني قهوة يا. طب إيه بخيل ولا إيه؟ يا نهار أبيض، خد على حلبة! أمور عم رجب، أحلى كوباية قهوة أظبط لعمك عاطف من عيون. يلا. طب هو عارف إن الجزء؟ لا طبعا ما يعرفش، لو كان هو عارف ما كنتش أنا عرفت أي حاجة أصلا.
ببعتنا الطقس مين جوزها. بعت لرجب الفرخ علشان يعرف له مين هو عادل حسان سليم المهدي اللي متجوزاه. وهو يا عيني غلبان ما يعرفش ان عادل المهدي دوت هو رجب الفرخ اللي بيتكلم معايا. ده انت زعقلك نبي. طب المدام عامله له توكيل؟ ما اعرفش ليه. اصلي افتكرت عباره في فيلم امريكاني يقول لك المحامي بيسرق بالاوراق اكتر من الحرميه بيسرقوا بالمسدسات. طب اسالها؟ اوعى. لو سالتها هتقول لك ليه، ولو حكيت لها هتطب ساكته. المحامي اللي زي ده ممكن يعمل اي حاجه. رجب انت دلوقتي في خطر. تطلع لك تعبان من الشقه يا صاحبي. طب انت لو طلع لك تعبان من الشقه وسمه شديد زي ما بتقول هتعمل ايه؟ انت بتسالني؟ هقتله. بس انا معرفش اقتل ولا عندي القلب اللي يخليني اقتل. انا صحيح كنت عايز اكل مصارين واحنا بنتكلم مع بعض، بس جمعت كل الصبر اللي في الدنيا وبلعته. لدرجه تاكل مصارين وفرخ؟ بني ادم رمه كان واطي قوي وهو بيتكلم على الست اصيله وعلى جوزها. ده طلع وسخ وساخة يا عاطف. بلاش تقتله، اقضي عليه. ودي تيجي ازاي؟ ما هي دي زي دي. شكرا. تضربه ضربة قوية، تأذيه ضربة تقسم الظهر. طب وافرض مات فيها، يبقى روحنا كلنا في 60 داهية. الضربة مش هتطوله هو، المكتب بتاعه. اقضي على كل اوراقه، المستندات، عقود الزباين، القواضي، احرق المكتب كله. طب وحريقه بالشكل اللي انت بتتكلم بيه ده هتتعمل ازاي؟ الحكايه عايزه شغل جامد قوي يا عم عاطف. الراجل ده مأمن مكتبه كويس قوي، هدخله ازاي بس؟ يا رجب عين الشقه، اعمل خطه، مش حاجه صعبه. كنت وحشني قوي يا صاحبي. عندك حق، مفيش حاجه صعبه. عمل فيها كده؟ أنا يا كبير. قليلة أدب، ما بتفهميش في الأصول. فكيها يا بت. دي صحفية يا كبير. دي جاية وناوية شر يا كبيرة. اخرس أنت، فكيها. يلا بالسلامة وزق عجلك أنت كمان، عايز أقعد معاها.
يلا ناظر عفشه وبنت عامله زي الذكر. انتي مش خايفه ليه؟ عشان عارفه انك ست طيبه وما بتحبيش الاذيه لحد. مين اللي قالك؟ ولاد الحلال اللي دلوني عليك. الاولانيه صح، التانيه لا مؤاخذه. انا اللي يأذيني اذيه واذيه جامد قوي عشان تبقى اول واخر مره يفكر يعملها، وانتي كده بتاذيني يا سنيوره. ليه بتقولي كده؟ وهو اللي ناوي على الاذيه يكشف نفسه برضو؟ بالعكس، ده انا جايالك وعايزاكي تساعديني. في ايه يا اختي ان شاء الله؟ اصلا انا بشتغل صحفيه، مش صحفيه بالمعنى الكامل يعني، انا لسه متخرجه جديد، لسه تحت التمرين يعني، وفي المهنه بتاعتنا اللي بيعمل شغله كويس بيتثبت وبيتعين رسمي. زي عندي بالظبط. طب كويس. وفي الجورنال اللي انا شغاله فيه طلبوا مني اعمل تحقيق عن ظاهره التسول اللي في الشوارع. الشوارع ما هي كتيره بره ومليانه قدامك، جايه عندي ليه؟ ما انا عارفه، وهنزل الشارع بنفسي عشان اعيش التجربه، وعشان كده انا جايه لك. انا عايزاكي تحميني وانا بشتغل يا ريسه. انت مين دلك علي؟ والله في الشغلانه بتاعتنا يا ست اصيله ممنوع علينا نكشف عن مصادر معلوماتنا. شوفي يا بنت الناس، انا مقدره موقفك، وعشان انا طيبه زي اللي دلوكي عليا ما قالولك ان شاء الله هتكوني مرضيه. يعني موافقه؟ لا، اصلك انت اللي هتشوفيه وهتسمعيه هتكتبيه في الجورنال، الناس هتشوفه والحكومه تقراه وتسخن علينا وتهرينا حملات ونشوف البهدله على اصولها. ما انا لو ساعدتك يبقى كاني بقدم بلاغ في نفسي واكشف المستخبي والمستور يا نيسة، وده ما يصحش. افهم من كده ان حضرتك بترفضي؟ مش بالظبط كده، انا لو ساعدتك هخلي بالي ان انا ما اذيش نفسي ولا اذي الشعب بتاعي. وانا موافقه جدا. يبقى اديني فرصه ادور المساله في دماغي واشور على جوزي. هو حضرتك اتجوزتي؟ ده انت اللي دلك علي عارفني عز المعرفة. ازايها؟ هي مين دي؟ اللي دلتك علي؟ لا انا مش عارفة، مش فاهمة تقصدي ايه. المهم انها تكون بخير وتكون مبسوطة. بعد اذنك، يعني انا مش موافقك على اللي انت عملتيه ده. عارفة انك مش موافقني وعارفة انك صح، لكن ما فيهاش لكن يا ريسة، ما فيهاش لكن. الله، صحافة، احنا قد بتوع الصحافه ناقصين ان احنا نعمل اعلان عن نفسينا في التلفزيون زي الزيت والسمنه والسكر، الدنيا هتهيج علينا، واحنا اصلا في بيننا وبين الحكومه معاهده واتفاقيه وانت عارفه. يا ولا يا رجب افهم. افهم ايه بس يا ريسه؟ افهم ايه؟ اوه، حاجه انا حابه اعملها يا اخي وهعملها وهرتاح لما اعملها. ليك شوق في حاجه يا ست الستات؟ ربنا عرفوه بالعقل، تمام؟ كل حاجه في الدنيا وليها ثمن. احنا ايه اللي هنستفاده لما نشتغل مرشدين لبنت صحفيه وبنرشد عن نفسينا؟ ما تهدى عليا شويه يا اخويا وتبلع ريقك. ارتحت للبنت، حبيتها، دخلت قلبي، وبصراحه ما قدرتش اقول لها لا في حاجه هتنفعها. في حاجه يا سراجب؟ ماشي يا ريسه، ماشي براحتك. انت عارفه ان انت اي حاجه تريحك انا وافق عليها من غير اي كلام. مش مهم، يكون في علمك مبسوطة اللي بعتها. هي البنت اللي قالت لك؟ وانا لازم حد يقول لي انا حسيت. هي مبسوطة اللي دلتها على طريقي. يلا ربنا يسهل لهم كلهم ويسهل لها. طب يا ريسة معلش، يعني هي البنت الصحفية ديت عايزانا نساعدها ازاي بالظبط؟ الحماية يا زكاوة، خدها لأمن إشارة مرور عندنا، خليها تعمل شغلها بس من غير تصوير، ولو عايزه تتصور تتصور بعيد عن شغلنا. الحكومه تاخد بالها وتسخن علينا، خليهم يسخنوا بعيد عن قفانا يا اخوي. عارفه يا ست اصيله، الواحد دايما بيحتار فيكي. انت عجينه غريبه، فيكي قسوه وفيكي حنيه، فيكي طيبه وفيكي شر، فيكي حزن وفرح. حاجه واحده بس اللي مش عارف اقفشها، انت ست عندك مفهوميه ولا المسائل ماشيه معاكي بالبركه؟ واعيه للي انت بتعمليه ولا بختك يا ابو بخيت ولا ايه انت؟
انا مبسوطه اني مجننك كده. بقولك ايه يا ولا رجب، اوعى تقل ادبك مع البنت الصحفيه دي، بنت ناس. دي بسكوت. حاشا لله، اعوذ بالله من غضب الله يا رئيسه. الله، هو احنا قد حريم الصحافه؟ وبعدين انا راجل متجوز وعيني مليانه. وحياه امك. يابا. صباح الخير. صباح الفل. شوفي لك حته تقعدي فيها. بروق عليكي، جايه بدري عشان اسمع منك زي ما اتفقنا وتديني كل النصايح اللازمه. قولي لي الاول، الشنطه دي فيها ايه؟ انت الهدوم اللي هنزل بيها الشارع، هدوم الشغل يعني. جرائيه صحافه، هو احنا مش هنعرف نقطعك ونلبسك ونبهدلك ونخليكي شحاته بنت شحاتين؟ لا، ده والدك نفسه ممكن اخليه شيخ المتسولين. لا، ما انا بصراحه ما بعرفش البس حاجه البسها حد تاني قبلي. ده اللي انا كنت خايفه منه وعامله حسابه. لا يا حبيبتي، بصي يا صحافه، لا مؤاخذه انت مش ممثله رايحه تعملي حاجه في التلفزيون ولا في السيما، تقومي تعملي لي مكياج منيل وباروكه شعر جربانه وتقولي لله يا محسنين لله. لا يا حبيبتي، والاكاده ايه بقى؟ هم يقبضوا على قلبهم قد كده وانا ابقى بتفرج ومفروسه انهم بيشوهوا الشغلانه. انت ساكته ليه يا صحافه؟ انا بستفيد من حضرتك يا اختي. حضرتك حضرتك، هو انت قاعده قدام وزيره الشؤون ولا رئيسه جمعيه النساء الفضلات؟ انا يا اختي اصيله ابو القمصان. حاضر، اصيله هانم يا فندم. يا نهار اسود هانم، يلا يرضى عليك، احنا قد الهانم. انت عارفه العيال الرم اللي عايشين هنا اللي الكلب الجربان يقرف منهم؟ طلعين عليا اسم كده، النعجه. ولاد الهبله مش يقولوا الخرتيته ولا ام زلومه، هم فاكريني مش عارفه، بس انا عارفه ومش زعلانه، انا فرحانه. فرحانه بالنعجه يا استا اصيله؟ لا يا صحافه، يا عسل انتي. هو في ست في الدنيا تفرح لما يشبهوها بحيوان؟ انا فرحانه لحاجه تانيه خالص، ان محدش فيهم قدر يتجرأ ويقولها في وشي. انا فرحانه عشان انا مزاجي كده، عايزه اشوفهم جبنة على طول. ايوه فهمت، زي اللي بيتقال عليه لفاش كريم، عارف ان هما بيقولوا عليه كده بس موافق وساكت، صح؟ اسم الله عليكي. بقول لك ايه، مفيش وقت، قومي البسي هدوم الشغل اللي انت جايباها، لازم اتفرج عليها. اعرف هدوم تمثيل ولا بتاعت حق حقيقي. يلا ماشي. طيب انا هغير فين بقى؟ هنا. في ايه يا صحافه، مالك تنحتي كده؟ الله، هتتكسفي مني؟ ده انا زي امك يا بنتي، بتتكسفي من امك؟ طب اغمض عيني وادي وشي الناحيه التانية اهو. طب عارفه يا استاصيله، ده انا كنت بتكسف من امي وانا في اولى ثانوي. والله. والنعمه انت صعبانه عليا يا صحافه، امال يا اختي ليله الدخله بتاعتك هتقولي ايه لعريسك؟ مكسوفه؟ والله مش عارفه ساعتها ممكن يحصل ايه بقى. الشغلانه دي يا حبيبتي ما فيهاش مكسوفه، اللي بيمد ايده ويتزل ويشحت ما يتكسفش. امال يا اختي هتعملي ايه لما اقول لك على المفاجاه الكبيره؟ احنا لا مؤاخذه هنا ما عندناش غير دوره ميه واحده، بيقلعوا فيها وبيستحموا فيها، يوم النسوان تستحمى لوحدها ويوم الرجاله تستحمى لوحدها، واحيانا بيختلطوا. بس انا بعمل نفسي مش عارفه. تحبي تقلعي فين؟ لا، احب هنا طبعا. قولي لي بقى، ايه رايك في البهدله دي؟ ايه رايك يا مدير؟ عش على عش يا رئيسه، مولود على الرصيف. بس انا خايف للشغلانه بتاعتنا تعجبها، تسيب الصحافه وتيجي تشتغل معانا. انت عرفتيها على طبيعه الشغل بتاعنا يا رئيسه؟ ولو عرفت انها جايه متدربه جاهزه تقول ايه؟ اقول خير وبركه. بص يا صحافه، أنا كلمتي ما تنزلش الأرض أبداً، زي حكم المحكمة النهائي على التنفيذ على طول. أنت دلوقتي جاهزة على الشغل، وادي الحماية بتاعتك أهي. أنا متشكرة قوي يا ست أصيلة، ومقدرة اللي أنت عملتيه معايا، وده جميل هفضل شايلهولك وعمري ما هنساه. حسين العبارة كده بقى، أنت يرضيكي إن أنا أطلع مغفلة؟ لا طبعاً، ليه بتقولي كده؟ بص يا صحافة، أنا بقولك إن اللي دلك على طريقي ولبسك وحفظك وفاهمك مبسوطة. إن طلعت مبسوطة يبقى أنا مش مغفلة. ها،
مبسوطة ولا أنا مغفلة؟ لا حضرتك مش مغفلة ولا يمكن تكوني مغفلة أبدا. الله أكبر الله أكبر. هي فين بقى؟ يا جماعة مش عارفة. طب هربت ليه؟ المهم إن أنا اطمنت عليها، لما تبقي تشوفيها قولي لها إنها وحشاني، ما يجراش حاجة إنها تيجي تطل علي. ولا رجب أمرك يا ريس. عينك عليها كده ما تخافيش، عين العسكري مش الحرامي. يا ريسة ما أنت عارفة عين العسكري بقت زي عين الحرامي. زني له على رجب. خلاص يا أخوي عين شيخ تقي. يبقى كده هتجوزها على سنة الله ورسوله. شيخ اسكت بقى، ما تخافيش يا سلوى، أنت في حماية يا بت، كوني مطمنة. يلا اتكلوا على الله. سلام عليكم. يلا سلام. السلام. ولا رجب أمور يا ريس. خد بالك ما معاش عدة شغل. ما تخافيش ما تخافيش يا أصيلة، احنا هنا طيبة انت. الحاجة الناقصة أنا هكملها. سلامة حبيبي. عشان خاطر العيل اللي انا شايلاه ده، ده يتيم ومش لاقي حد يصرف عليه وعنده خرم في القلب. يا بنت جوري بعيد، انا اسعرفك، بلا خرم في القلب بلا خرم في الرئه. معلش يا بيه، انا ربنا يخلي لك عيال. ايه انت بعيد عن وش الولد؟ الله جتك الحرق، راجل معفن. غوري غوري جتك داهيه. ايه في زبون اترازل عليكي قال لك كلمه ضايقتك سيبيه وامشي. الله اعملي بليده كانك ما كان ايه يا جدع انت، كان ايه؟ حرام عليكم اللي بتعملوه ده، ده انتوا هتروحوا النار حتف. حد يبهدل الاطفال بالشكل ده؟ خد الله سمي عليه سمي. الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ خد يا مسيد. الراجل عمال ينفخ في وشه الدخان، ينفخ في وشه، كان هيتخنق في ايدي. بقول لك ايه، الواد ده ابن مين؟ ده متأجر ب3 جنيه اسم الله على مقام. طب خد امسكي سراح انت بيه واديها الفل اللي معاكي تشتغل هي بيه. امسكي الواد ده يرجع لامه دلوقتي حالا، واذا كان على الاجره انا هدفعها. الصلاه على النبي. لا بقول لك ايه، لما تبقي وزيرتي الطفوله السعيده يبقى اعملي كل اللي نفسك فيه. تمام يلا زقي عجلك روحي اشتغلي، لان الناس يفتكروكي من البوليس النسائي. يلا فل فل الفل يا بيه، اشتري مني عقد فل. الا اقول لك خليهم اتنين. كل اللي فل معاكي بكام؟ على حسب تقديرك يا باشا. 5 جنيه كويس. شويه دول اصلا واقفين عليا ب5 جنيه. يديك ابيع بخساره يا بيه، ده انت اول زبون اخش عليه. تعرفي تقري؟ على قد يا باشا. طيب دي ال5 جنيه وخلي الفل معاكي، وده الكارت بتاعي في تليفوناتي كلها، ابقي كلميني. ماشي يا شرف يا بيه. السلام. فل الفل، ربنا يسعد ايامك يا بنت الاصول، يا حلوه يا قمر يا عسل انتي. وبعدين اشتري مني عقد فل. وانتي بقى بتكسبي كام بقى كل يوم من الشغلانه دي؟ على حسب، كل يوم وليه الرزق بتاعه، مره نتعشى ومره لا. انا مستعده اشغلك عندي واديكي 150 جنيه في الشهر، واكلك وشربك وهدومك عليا. ايه رايك؟ خدامه يعني؟ امال هشغلك يعني ست بيت؟ ما تغوري يا بنت من قدام. Thank you.
ربنا ينولك اللي في بالك ويرزقك يا ابنة سلوى. ده انا رايخة عليكي، طمنيني عليكي. هي ماشي الحل؟ ماشي الحل يا ستي اهو. ايه ده؟ مغامرة زي دي لازم تتصور عشان تعرف انها مش بتأخر عليك. رايقة عاطف، خدت اذن من ابلة سلوى قبل ما تصورها؟ ايه ده، مبسوطة ازيك؟ عاملة ايه؟ هو انتوا تعرفوا بعض قبل كده ولا ايه؟ ايه عطوفة؟ اطلع يا اسطى، اطلع. مبسوطة؟ اطلع يا اسطى. سلوى، سلوى مالك يا سلوى؟ في ايه؟ انت تعرف مبسوطة منين يا عاطف؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا بقول لك ايه، انا مش فاهم حاجه، بس متاكد ان في كهربا حاصله. النبي الله يخليك بقى فهمني ايه العباره بالظبط. ابو سلوى، ابو سلوى، سيبي سلوى في حالها وخليكي في حالك، انا تعبانه وعايزه استريح. طب انا عايزه اعرف ايه اللي حصل النهارده، عايزه اطمن عليكي. يعني مش عارفه حصل ايه؟ تعرفي عاطف منين؟ انا ما اعرفش ان انت تعرفيه. زميلي ومعايا في نفس الشغلانه، طبيعي ان انا ابقى عارفاه، انما الدور والباقي عليك انت. انت تعرفيه منين وايه علاقتك بيه؟ قولي. هقول لك بس بشرط. انت كمان هتشرطي عليا؟ انت فاكره نفسك مين؟ معلومات محفوظه قبل سلوى، انا شرط انك تصدقيني. ماشي، يبقى ادلقي اللي عندك كله. يلا. اول هام، انا معرفش اللي ما بينك وبين الزفت اللي اسمه عاطف ده، ولا عايزه اعرفه. ده انا معرفش ان انتوا تعرفوا بعض من اساسه، لكن انا اعرفه من قبل ما هو يعرفك. ايوه، تعرفيه ازاي؟ انا اول بخته. كان متجوزك؟ لا، اول بخته من غير جواز. صاحبه راجب الفرخه قدمني ليه هديه. مش فاهمه. ما انا من ايام ما كنت في المخزن انا ما كنتش اياميها عارفه انا بعمل ايه ولا بهبب ايه، بس الحمد لله زي ما قلت لك انا تبت. تبتي؟ طب انا صوح، لكن يعني عشان الكذب خيبه، كل ما احب ابسط نفسي اروح له، لكن لا هو بيحبني ولا انا بحبه، بياخد اللي عايزه مني وباخد اللي انا عايزاه منه، واشوفك تاني امتى حسب الظروف. بس ادي كل الموضوع، وغير كده مفيش. ايه ده؟ انت جايبه لنا اكل؟ طب تصدقي ان انا هموت من الجوع. هو حصل ايه بس يا ابله سلوى؟ ما حصلش حاجه ولا اي حاجه، انا بس اكتشفت ان انا كنت غبيه وفقت، والحمد لله اني فقت وفهمت. تصدقي انا لو معايا سجاره دلوقتي كنت شربتها. طلبة. الحمد لله. دي حاجة بسيطة عشان أعبر لك بيها عن الجميل الكبير اللي عملتيه معايا أنتي والأستاذ رجب. الصراحة رئيسة يعني حركة ملهاش أخت. آه والله، ويعني ده دليل على إنها أصيلة وبنت أصول. وإيه تاني يا رجب؟ وإيه تاني؟ ويعني كون إنها تيجي لحد عندك هنا رئيسة وجايبة تورتة معاها بالمنظر الحلو ده ورش عليها طماطم من فوق وبتاع، يعني ده دليل على انها بني ادم عندها وفاء. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ لا انا خلاص خلصت كل اللي عندي. لما انت خلصت كلامك واللي عندك، مالك لازق فيها كده زي النقطه ما تتكل على الله؟ ما انا بصراحه رئيسه مستني حته من التورته. حته من التورته ولا من صباع الملبن يا روح امك؟ لا حته من التورته. يا ولا يا نيتن، ده انت قاعد عينيك هتبوظ من وشك على البيت، هتاكلها بعينيك. فاكرها مين دي يا ولا؟ دي حاجه نظيفه صحافه. فاكرها شبطه ولا نسوان المعفنه بتاعت المخزن؟ الله 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 الله، ايه بس يا رئيسه، الكلام ده ملوش لزوم قدام الصحافه. وبعدين يا واطي يا عره يا معفن يا عفش يا بودل نجس، انا مراتك قاعده قدامك اهو، عينك في عيني وبتعكس البنات قدامي، ده الفجر ده كله.
مراتك ولا مش مراتك يا ولا؟ مراتي، مراتي يا ريسة والله. انت مش عندك شغل؟ عندي. قاعد ليه؟ يلا بالسلامة والتورتاية قاعدة مستنياك. ذوق. بجد؟ الله. طب استأذن انا. طيب من غير ما تستأذن قول يلا. طب ادوق حتة طماطم. ولا سلام عليكم. بيني وبينك يا سلوى، اللي متجوز واحدة زي لازم يبص بره. اه انا عذراه يا اختي، المثل بيقول لك ابنك على ما تربيه جوزك على ما تعوديه، وهو بصراحه لازم يتربى، علمه يبص لمين وازاي، مش كده اي كلام. ولا ايه رايك يا مبسوطه؟ انا سلوى يا ست اصيله. يا اختي الله يسامحها، مبسوطه، بحبها قوي البت، ما بتروحش من دماغي، واسمها لازق يا اختي على لساني. اه عاشت معايا سنين طويله وسابتني وطفشت كده من غير سبب بلا رجعه. عارفه انت بقى يا سلوى، من ساعه ما شفتك دخلتي قلبي وحبيتك كده من غير سبب، عشان كده انا عايزه اساعدك. يا اختي كان لزومه ايه التعب في التورته والكلام ده؟ بس دي يا اختي هتقضي مين ولا مين؟ معلش يا اختي محمله عليك. على مهلك. ولا علي حط الكرسي كويس. امك كبيره. ولا سناره. يا ريس روح جيب كرسي الاستاذه بسرعه. يلا يلا. ولا لا يا حبيبتي. قلت له استاذ. يلا غوري يلا. حاضر. ايز اقعد يا حبيبتي كتر خير. اخ يعني انا اصلا ما احب اتهوى شويه، اخرج من جوه لبره، وده بقى بره بتاعي. صرحيني بقى. اصرحك بايه يا استا اصيله؟ مبسوطه كويسه ومرتاحه في شغلها الجديد. هي اشتغلت؟ اه اشتغلت. واللي زي دي هتشتغل ايه؟ رقاصة، ورقاصة شاطرة كمان، وبتشتغل في كباريه في وسط البلد. لا والله، قولي كلام غير ده أستاذة. يعني أكذب عليك يعني؟ يلا، عموما رقاصة أحسن من شحاتة. وعلى فكرة يا استأصيلة، في حاجات كتير أحسن من الشحاتة. بقولك ايه يا أستاذة، خلينا في مبسوطة. قولي لي بقى، شغاله في انه نيله كباريه وبيخشوه ازاي؟ ليه؟ هو انت ناوي على ايه؟ ناوي على ناوي اتفرج عليها استاذه، دي بيتي حته من كبدي يا ستي، اشوف اطمن عليها على مستقبلها، حد مضايقها اي حاجه. سلام يا رئيسه. سلام يا صحافه. سلام يا رجب. انت جيت يا جوز الندامه؟ شكلك رايق على الاخر. ولا رجب، الاستاذه الصحافه الحلوه المنوره دي بتقول لي ان البنت مبسوطه شغاله في كباريه في وسط البلد. انا مش متجوزاك عياء يروح امك، تقب تغطس تروح لها وتشوف ايه الاخبار، وتقطع لنا ثلاث تساكر عشان نحضر انا وانت والصحافه، ولا اقول لك خليهم اربعه عشان ما حدش يتنطط عليا ناخد اتنين. معقول برضه. اسمعوني يا بهايم، ربنا اراد لهم يتكلموا لغه البني ادمين. الرئيسة امبارح وهي بتتفرج على التلفزيون مع نفسها كده، كان في برنامج شغال. البرنامج ده كان بيتكلم عن مشكلة التسول وأطفال الشوارع، وإن السيدة الأولى في مصر. عارفين مين هي السيدة الأولى ولا أنا بكلم الكراسي ولا إيه؟ الرئيسة أصيلة هاني. لا مش أنا، واحدة تانية موكوسة. يا حضرات البهايم، السيدة الأولى يعني حرم رئيس الجمهورية، وأنها سوف تتولى الأمر بنفسها للحفاظ على براءة الطفولة والقضاء على مشكلة التسول المؤسفة. ثلاثة بالله العظيم مؤسفة، المناظر دي تمام كده يا رئيسة؟ يا أخويا كمل خطابك، حد بيفهم حاجة؟ هذه السيدة إن قالت فعلت. تمام كده يا رئيسة؟ يا اختي رجب قلت لك كمل يا رجب. تمام. هي شديدة قوي كده يا رئيسة؟ إلا شديدة يا بت عفاف، دي ولية قوية، كلمتها بتمشي على أتخن شنب فيك يا بلد. ودي ملهاش سكة يا رئيسة. سكة الندامة يا سي قطب، السكة قال. أنا مش هاممني بقى هي تفكر في إيه ولا تقول إيه ولا عايزة تعمل إيه، هما كلهم زي بعض، يتكلموا عن طفولة الشوارع والعشوائيات والكلام ده، ومحدش بيعمل لنا حاجة، فلازم إحنا نعمل لنفسنا حاجة. بقول لك يا رجب انا اتخنقت، ما تكمل، ما انا مرسياك على الدور. قول لهم انا خايفه من ايه. في البرنامج اللي كانت بتتفرج عليه الرئيسه امبارح، كان في واحد مثقف كده وعنده شويه معلومات. الراجل ده بيقول ايه؟ بيقول ان التسول اصبح بالاكراه والعنف،
وإن المتسولين أصبحوا وحوش ضارية تأكل في البني آدمين في الشوارع. تمام كده يا رئيسة؟ تمام يا رجب. وإنتوا عارفين مبدئي، الشحاتة فن وأدب وذوق، لا رزالة ولا غتاتة ولا قلة أدب، لا دعوة حلوة للزبون سواء اداكم بقى ولا ما اداكوش. لما تلحوا وتفضلوا مقدمين كده هيحرب ويديكوا. والمثل بيقول ايه؟ لا تتف في البير ربما تحتاج تشرب منه. الرئيسة خدت قرار نهائي لا رجعة فيه. ايوه، طرد اي بني ادم هيتف في البير او يترازل على الزبون اثناء تأدية عمله بحيث يحرم من المأوى والمتوى ويمنع من دخول اي منطقة تخص مناطق الرئيسة. تمام كده يا رئيسة؟ تمام يا رجب، اصرفهم بقى. يلا اتكل على الله، كل اتكل على الله، ان شاء الله باذن الله مباركين. يلا ربنا يسترها معاك زي ما سترتيها معانا. ربنا يديك الصحة. يلا خدوا بالكم من بعضيكم. طب والله والله انا ربنا بيحبني. ايه ده؟ هو انت هنا؟ بص يا ستي، انا في فكره بتدور في بالي بقالها فتره، وكنت خايفه ومرعوبه ان انا اعرضها عليكي، وكنت خايفه من رجب لحسن يقلب عليا بسببها. بس بعد اللي انا شفته دلوقتي اقدر اقول الفكره اللي عندي وبقلب جامد كمان. قولي يا صحافه، الفكره دي فيها مصلحه؟ طبعا، ومصلحه عظيمه كمان، ومصلحه مفيش زيها. بس يا رب تعجبك وتوافقي. يبقى لازم طبعا نسمع راي الصحافه طبعا يا رئيسه. افهم انت مالك، انت مال اهلك؟ هي هتقول لي انا وبعدين ابقى اقول لك انت، بس انا لازم اقتنع الاول وانا اللي وافق. مفهوم؟ مفهوم. قول لها الخبر الحلو اللي عندك. وانا اقول لها ليه بقى؟ ما انا اقول لك انت وانت تقولي لها. ولا رجب. بهرج معاك يا رئيسه. ماشي. هقول لها هقول لها. انا حجزت تذاكر الكباريه، والنهارده هنروح نتفرج على مبسوطه. قصدي الفنانه فرحه. لا معلش، انا يا ست اصيله عارفين انا من المشوار ده، انا مش هينفع اجي معاكم. كده برضو يا سلوى؟ جرائيه صحافه؟ ده انا مفيش طلب طلبتيه مني وقلت لك لا، تقومي تكسفيني في اول طلب اطلبه منك؟ يبقى انا مش غاليه عندك بقى. لا طبعا غاليه ازاي، وانا مش هرد لك طلب اللي تشوفيه. حبيبتي استبينا، قولي لي بقى يا اختي على الفكره اللي عندك عشان عايزه افهمها. خلاص بقى هقولها لكم واحنا راجعين، جايز تبقوا مبسوطين وتوافقوا. ايه ده؟ دي 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 دي. ايوه هي مبسوطه يا رئيسه بشحمها ولحمها. لو النعمه. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الحلاوه دي سبحان الله. اللهم صل على حضره النبي. بس يا رئيسه في ايه؟ امسكي نفسك. الله، احنا الكلام ده جوه مش بره. يلا بينا. وايه المشكله؟ يلا بس تعالي. ربنا يخليك يا سلوى، سترتيني. يلا يا استاذ. سلام عليك. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. خش يا حبيبتي. ايه يا نعمة؟ ازيك يا شوشة؟ هي دي أوضة الفنانة فرحة؟ الورد ده ليها؟ اه. أنا مدير أعمالها. هات. لا ما حضرتك ما ينفعش يعني، لازم البقشيش ده، أنا جابه في تاكسي. طيب ماشي يا سيدي. هتكون مرضي. تعالى يا شوشة. ابتدى المعجبين يعبروا عن مشاعرهم، والحكايه بتبتدي بالورد. وبعد الورد الهدايا. شكلك مستعجل قوي يا شوشه. طب ناولني الكارت ده بقى عشان عايز اعرف مين اللي بعته. طب اقراه لك يا ست الكل. ليه؟ قالوا لك عليا جهله؟ هاتوا بلاش نطاعه، تلاقيك عايز تعرف مين اللي بعته. اتفضلي. شوشه، في صحفي جاي يتفرج عليا تودي، عايزك تتوصى بيه، والحساب كله عندي. والان سيداتي انستي سادتي، مع نجمه الليله وكل ليله، مع نجمه كايرو ستار، نجمه الفرح والسرور، مع الراقصه فرحه. الله اكبر، الله اكبر يا حبيبتي.
وانت فرحه وبهجه وفل الفل. ما بلاش تفكرها بسيره الفل دي هندازه. خير، مش كل الليالي زي بعضيها. الليلة دي شكل تاني وطعم تاني. الليلة البهجة عالية عالية قوي، وانا عارفة ليه. تحية كبيرة لحبايبي الموجودين النهاردة، اللي بيحبهم وبيحبوني، وخصوصا اللي بشوفهم كل ليلة. وتحية خاصة، تحية من القلب للست الطيبة الأصيلة اللي لحم اكتفي من خيرها، الست سيدة الأعمال أصيلة أبو القمصان. الطيبة الجميلة بنت الناس اللي خدت بإيدي، الصحفية سلوى ياسين. وفي اتنين معرفة قديمة، معرفة قديمة وجديدة برضك، مدير أعمال الست الأصيلة أصيلة أبو القمصان، سيدة الأعمال رجب الفرد. بقول الله مبسوطة تبقي نجمة تشطح في سماء الفن. هو ده رجب الفرد. وما ننساش بقى الصحافة اللي منورانا النهاردة وملعلعة كده، الأستاذ نجم الصحافة عاطف ربيع. يلا يا رجب، انا فرحانه قوي النهارده، فرحانه ربنا يخليكوا ليا. انا مش عايزه اروح على البيت على طول، عايزه اروح في حته مفتوحه، نفسي اشم الهوا. بالعند يا بالعند يا ريس، ربنا يخليكوا ليا يا رب. يا سلام، الود ود يتمدد على الدكه دي، وما اقومش غير لما الشمس تطلع عليا. نفسي انام واقوم ما لقيش سقف فوق دماغي. طب ما تنامي يا رئيسة، ما تلاقيش احلى معاكي. سلم. نعم يا ست اصيله. قولي لي بقى، كنت حزينه ليه يا حبيبتي؟ انا عارف. انت تسكت خالص، قوم اتمشى في رنج يا حبيبي، احنا ستات مع بعض وعايزين نتكلم كلام حريم. فز. وايه قصده ده؟ السلام عليكم. وعليكم. قوليلي بقى، ايه اللي لطش البهجة منك الليلة دي؟ الواد الصحفي صاحب رجب؟ والله يا ست أصيلة، أنا أول ما شفته يعني كنت عايزة أسيب المكان وأمشي، بس خفت لا تزعلي مني. وبعدين كنت شايفاكم مبسوطين وسعداء، يعني قلت بلاش أبوظ عليكم الليلة. كان حبيبك؟ مش عارفة، جايز أنا اتشديت له في الأول، معرفش إذا كان هو حبني ولا لأ. خد منك حاجة تندمي عليها أو صعب إنها ترجع؟ لا خالص، بالعكس، ده حتى يعني لمسة الإيد ما حصلتش. أمال يا أختي قرفاني ليه؟ مزهقة نفسك ومزعلة نفسك عشانه ليه؟ طار الحمام حط الحمام، مفيش راجل يستاهل إنك تزعلي علشانه. أنا مش زعلانة أوي كده، ده الموضوع كان لسه في أوله، ملحقتش حتى. أنا زعلانة عليه هو، كان ممكن يختار لنفسه سكة تانية غير السكة اللي هو مشي فيها دي.
سكة الناس اللي تبيع نفسها عشان توصل للي هي عايزاه. تعرفي بقى ان انا زعلت منك بجد. ليه كده بس؟ ليه كده؟ شغل جنان البنات ده انا ما بحبوش يا سلوى. ازاي بنت زيك انت كده تحب واد زي ده؟ ما الموضوع خلص خلاص. ما تشغليش بالك انت يا ست أصيلة. ماشي. قولي لي بقى يا عسل، ايه الموضوع اللي انت كنت عايزاني فيه؟ ماشي يا ستي. هو ده الكلام بقى. بس رجب لازم يكون موجود معانا. قوي قوي. تعالى يا رجب، كلام النسوان خلص، تعالى. تعالى يا رجب. ما تبرطمش. حاضر. قولي لي بقى يا ست أصيلة. نعم. إحساسك كان إيه لما مبسوطة قالت عليكي سيدة أعمال؟ انشكحت. شفتي بقى؟ وأنت يا رجب لما قالت عليك مدير أعمال سيدة الأعمال؟ يعني نفس الانشكاح بالظبط. طيب يا جماعة، إيه المانع بقى إنك تبقي سيدة أعمال بحقه حقيقي؟ وإن رجب يبقى المدير العام؟ ما هو ده اللي حاصل يا بنت الناس. لا طبعًا يا رجب، مش ده قصدي. أنا قصدي أعمال تانية. أعمال غير اللي أنتوا بتعملوها دلوقتي. إيه رأيك يا ست أصيلة تغيري نشاط؟ قصدك نبطل تسول وشحاتة يعني؟ طب ولما نبطل هنشتغل إيه؟ نعمل أراجوزات في الشارع ولا نسرح بقرود ونساميس ونقول اللي هي ميمون؟ ما هو ده تسول برضو يا رجب. يا جماعة أنا مش قصدي كده خالص. استنى شوية. قولي لي يا حبيبتي، فهمينا قصدك إيه؟ المصنع القديم اللي بتقولوا عليه المخزن، بدل ما هو مأوى للمتشردين والمتسولين من كل صنف ونوع، يبقى حاجة تانية خالص. حاجة مفيدة وجميلة، وتنقل الناس من عالم كله بؤس لعالم كله فرح وبهجة ورزق حلال، وتضمن لكل بني آدم كرامته وإنسانيته. طب وإيه النشاط الجديد اللي عايزانا نعمله؟ رجعي المكان لأصله تاني وشغالي الناس دي كلها فيه. اعملي ورش للصناعية، دكاكين صغيرة جنب بعض كده، ده ترزي حريمي وده ترزي رجالي، دي ورشة فخار، ورشة سجاد جنبها، ويبقى فيه بوفيه صغير بيعمل قهوة وشاي وبيقدم سندوتشات، والناس رايحة جاية قدامك، والدنيا تبقى مليانة حواليك صدقيني. أيوة يا سلوى، بس الناس اللي في المخزن دي أوديها فين ولا أعمل فيها إيه؟ والله اللي عايز يتعلم صنعة ويشتغل أهلا وسهلا بيه، خليه، واللي مش عايز الأحسن ليك إن هو يمشي. طب والعجزة والمكسحين؟ كل واحد فيهم يشتغل الشغلانة اللي يقدر عليها وتناسبه. يا سلوى، واللي ما يعرفش يشتغل اصلا يعمل ايه؟ هتقفي جنبه وتساعديه. ما انت خلاص هتبقي سيده اعمال، وبعدين اللي قادر يشحت يا ست اصيله ما هو اكيد قادر يشتغل، ولا ايه؟ ايه رايك يا فرخ؟ والله رئيسه، يعني هو كلام حلو وزي العسل طبعا، بس ده موضوع كبير قوي وعايز شقله فلوس. انا اقدر اساعد. ده مشروع ممكن الجرنان بتاعنا يتبناه ويساهم فيه، ده غير ان في ناس كتيرة محترمة لما تسمع عن المشروع اكيد هتقف جنبه وتدعمه. اديني طلعتين شمس وهقولك يا يا لا. بس سيبك انت يا عسل، الليلة دي كانت زي الفل. انت جيت يا ولا يا رجب؟ لا يا ريس الصراحه لسه ما جيتش. كانتك مصيبه. انت عارف عامل زي ايه؟ بتستحلب وتتدحلب وبتهرب من مراتك كاننا متجوزين بجد يا ولا. خالص والله يا ريس، مش القصد، انا حتى كنت قاعد بره على باب المخزن. يا راجل، طب روح بقى ولع النور بتاع المخزن كله كله كله. ايوه يا اخي، انت مالك؟ انا اللي بدفع الكهرباء، روح نور النور. امرك. اللهم صل على النبي. ايوه كده، البت الصحفيه كلامها موزون وعين العقل يا رجب. ايه رايك في النور يا ولا؟ النور حلو، النور حلو وجميل برضه يا ريسه. النور بيبقى احلى واحلى ما يبقى في الحق مش في الباطل. ايه رايك يا ولا؟ والله بعد رايك مفيش راي تاني. يعني موافق يا ريسه؟ المكسب مضمون والخسارة مش هتأذي حد لا قدر الله لو حصلت. ده لو كسبنا. يا رئيسة، انتي كسبانة كسبانة ان شاء الله. في حد يبقى عايز يعمر خرابة وما يبقاش كسبان. قول يا رب. يا رب. عارف يا ولا يا رجب، نفسي اشوفك باشا قد الدنيا كده ومالي مركزك
والناس ترجع تندهلك باسمك الطبيعي عادل وتعيش حياتك اللي انت ما عشتهاش. وهطلقك يا جزمة وهجيب لك بنت سنيورة صغيرة كده على قدك تتجوزها، اجوزك وافرح بيك. نفسي اربي لك ولادك يا رجب. الله، ده حلم جميل قوي يا ريسة، بس حلم. وماله، ما لازم نحلم، بس الغتاتة بقى انك تكون بتحلم حلم حلو قوي ويخش عليك حد غتت يصحيك منه. بس ان شاء الله الحلم ده هيتحقق يا رجب. عارفه ريسه ايه؟ لا مؤاخذه يعني، انت لو كنت اخف من كده شويه كنت خدتك على دراعي ولفتك اللفه بتاعت السيمه ورحت واخدك شقلباز وجايبك على دراعي التاني. ان شاء الله ابوك ما قمتش ولا تعادلت. ما انا خفيفه يا ولا وزي الفراش اخف منك. والرأس يا اخويا واللف والدوران ده ياما عملته. صلى على النبي. كان زمان بس السابقه للنبأ. بما انك بقى كده مزفلط ومحفلط ودهلي بنزين وفازلين، شكلك كده رايح تتصرمح يا رجب. بنزين ايه وفازلين ايه يا ريسه؟ ايه الكلام ده؟ وعزه الله سرمحه بريئه، غايه ما هناك بس هروح اقعد مع الرمم شويه على القهوه وبعد كده هخش السيمة. ولا ولا اوعى احترم نفسك يا كبيرة يا قمر. انت حر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ابي يا واد ما تخليك قاعد معايا النهارده. ايه يا ريسه شغل اللي متجوزين ده؟ الله، خليك معايا واقعد معايا وبتوحشني. وفي ايه؟ خلاص ايه ماسوره وضربت في بقك ما تقعدش. وما انك بقى راجع وش الصبح بعد السرمحه دي، تعدي على الجرنان تروح للبت الصحفيه تقول لها ان انا عاوزاها وان انا خلاص هنفذ. ماشي. السلام عليكم يا اصيله ابو القمصان. سلام يا حبيبي. رجب خلي بالك من نفسك يا ولد. كله على الله. اشرب واستمخ. يا ولا يا ولا ما
انت صاحبه فضل معروف، ده كفايه اللي انت عملتيه معايا في شغلي. بس كده يا سلمى؟ يعني ما كنتش ساعدتك في شغلك كان يبقى اللي بيني وبينك خلاص؟ معاكي مفيش حاجه اسمها خلاص. الناس نوعين يا ست اصيله، ناس بيتعرفوا وبيتنسوا، زي اتنين قاعدين جنب بعض في السينما، كل واحد بينسى التاني اول ما بيخرجوا من الباب. والنوع التاني اللي العين بترسم لهم صوره وتفضل عايشه جوانا طول العمر. ودول انا منهم يا سلوى. اكيد عارفه يا سلوى، زمان وانا بنت صغيره كنت شغاله في المصنع ده، كان في بنات ياما 20-30 بنت ما تعديش، كلهم زي القمر زي كده على الفرازه، يعني انا جنبهم يا دوبك يمشي حالي. ومعرفش معرفش ليه المنشاه بيختارني من دون كل البنات دي، مش فاهمه ليه انا كان ممكن ياخد الاجمل والاحسن، اختارني انا ليه؟ عشان في حاجات بتقرب الناس من بعض، حاجات مش مفهومه، حاجات بيقولوا عليها كيميا. أو اللي انتي بتقولي عليها دي هي اللي قربت بيني وبين البت المكرمة مبسوطة، دخلت في قلبي كده خبط، والولا رجب كمان، قلت خلاص الدنيا حلوت ما بقتش وحيدة، ربنا بعتلي واد وبت هجوزهم ويجيبوا عيال. لكن يا خسارة مبسوطة راحت، وصلت المحطة اللي هي عاوزاها، ورجب رجب راح لمحطة عمره ما هيرجع منها الله يرحمه. ما بقاش قدامي غيرك يا بنتي. انت تأمري يا ست أصيلة، اطلبي. لو مصدقاني وحساني حطي ايدك في ايدي يا بنتي، ما سيبهاش ابدا، نفذي المشروع اللي انت عاوزاه. نفسي أشوف دنيا جديدة تنسيني كل اللي فات، دنيا نظيفة أشوف فيها اللي عمري ما شفته. وعديني